الحمد لله الذي شهدت بوجوده آياته الباهرة ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة. هو الأول فله الخلق والأمر، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد من بدعائه القمر انشق، وعلى آله وصحبه أجمعين. فبداية أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الأكارم، يقول المولى عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلذا نحن في محفلنا هذا اليوم العلمي وفي بركات شهر رمضان المبارك نلتقيكم لقاء جديد مبارك على فضاء منصة أريد. في هذا المحفل العلمي الرائع والمختص بعلوم الفضاء والفلك، بداية أقول الأستاذ الدكتور حميد بدر النعيم المحترم رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور عوني محمد الفصاون المحترم الأمين العام للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور سيف السويدي المحترم المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية، السيدات والسادة المحاضرون، السادة المشاركون المحترمون، كل باسمه وجميل رسمه نرحب بكم في حضور ندوتنا هذا اليوم، ونقول لحضراتكم بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا. سادتي الأكارم، بداية وقبل كل شيء أحب أن أعرف حضراتكم على مشروع سباق الأمم، وهو مبادرة علمية رائدة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات من خلال استكشاف مجموعة ملتقات من المواضيع العلمية الرائدة والمستحدثة. يسعى المشروع إلى تعزيز الوعي بالتنافس العالمي في سبيل الابتكار والاكتشاف، وكيف يمكن لهذه الجهود أن تؤثر إيجابياً على جودة الحياة البشرية. المشروع هو برعاية وتنظيم منصة أريد العلمية وبالتعاون مع عدة أطراف بطريقة تفاعلية، هي قنوات فضائية، خبراء دوليون، رعاة المؤسسات والشركات، وأعضاء منصة أريد العلمية. سادتي الأكارم، ندوة اليوم ستكون عن اقتصاد الفضاء، الحدود الجديدة، وهي ندوة علمية متخصصة تأخذنا إلى عوالم جديدة نغوص فيها في أعماق اقتصاد الفضاء، الحدود النهائية للابتكار والاستثمار، بداية من مشاريع فضائية عملاقة إلى السياحة الفضائية لاستغلال الموارد الكونية، حيث يكشف اقتصاد الفضاء عن إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي ودفع عجلة التقدم التكنولوجي. ومع التطور السريع لقطاع الفضاء تظهر فرص جديدة للأعمال ووظائف مبتكرة موسعة آفاقنا نحو الرحاب الواسعة للكون. بداية سادة الأكارم، إن شاء الله لن أطيل عليكم، لكننا في البداية نعلن عن انطلاق أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك المستضافة على منصة أريد وتحت رعاية منصة أريد. طبعا أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك هي أكاديمية وهي مؤسسة مستقلة للتعليم تم إنشاؤها من طرف مركز منصة أريد، وهي تعتمد نظام التعليم عن بعد وتؤهل الراغبين للحصول على شهادة من الأكاديمية في علوم الفضاء والفلك، فهي بذلك تعتبر فضاء للتعليم والمعرفة يهدف إلى نشر علوم الفضاء والانفتاح العربي للراغبين بالتخصص في هذه العلوم.
طبعا من اهداف اكاديميه اريد لعلوم الفضاء والفلك امداد الراغبين من الاساتذه والباحثين وغيرهم في اساسيات علوم الفضاء بمختلف تخصصاته، كذلك تمكين الاساتذه والباحثين وغيرهم من اكتساب الاليات المنهجيه اللازمه في البحث العلمي، كذلك تقويه كفاءات ومهارات الراغبين في التعامل مع مصادر المعارف المختلفه والمتخصصه بعلوم الفضاء وتقنيات الفضاء، وكذلك الإسهام في بناء شراكات علمية فاعلة مع المؤسسات البحثية والعلمية الإقليمية والدولية. سادتي الأكارم، بداية نبدأ مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي. طبعا الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي غني عن التعريف والمعرف لا يعرف، لكن اعتدنا في البروتوكولات العلمية أن نقدم سيرة مختصرة عن المتكلم. وحقيقة يعني الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي هو سيرته المختصرة كبيرة لغيره، لكننا سنحاول أن نختصر قليلا. يعني فهو أستاذنا أستاذ الفيزياء الفلكية والفضائية، أستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أستاذ الفيزياء الفلكية والفضائية، له مناصب إدارية كثيرة منها مدير جامعة الشارقة منذ العام 2014 لغاية الآن، كذلك هو رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك منذ تأسيسه، كذلك هو المدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وكذا هو الأستاذ الدكتور حميد مجود تقلد مناصب كثيرة منها عميد كلية، منها رئاسة أقسام، منها إدارة مراكز بحثية. الدكتور حميد مجود هو دكتوراه في فيزياء الفلك من جامعة مانشستر بريطانيا 1977، له عضويات كثيرة في منظمات عالمية منها الاتحاد الفلكي الدولي، الجمعية العالمية للنجوم المتغيرة، عضو الجمعية العالمية للبحث عن الحياة في الكون وغيرها كثير. كذلك هو عضو كان لهيئات تحرير مجلات رصينة علمية كثيرة، كذلك حائز على جوائز محلية ودولية منها شهادة الإبداع الأكاديمي من اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب، جائزة آسيا للتعليم لعام 2011، جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم العالي وغيرها كثير. حقيقة يطول المقام لذكرها كلها. الأبحاث والكتب أكثر من 135 بحثا، أكثر من 37 مؤلفا باللغتين الإنجليزية والعربية، أكثر من 850 مقالا علميا، ومقالات أخرى ولقاءات وغيرها كثير وبرامج. أسهم وشارك في العديد من المؤتمرات وورش عمل إقليمية ودولية، أشرف وبنى وساهم في بناء مشاريع علمية رصينة كبيرة منها المرصد الوطني الفلكي العراقي، وكذلك محطة استلام صور الأقمار الصناعية العالمية في منطقة الصفار في العراق، مرصد مراغ الفلكي في جامعة آل البيت وغيرها كثير. حقيقة يطول أستاذنا أستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي يطول الكلام فيه، نترك المنصة له وآسف على الإطالة، وحياك الله دكتور، تفضل. مشكورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الدكتور عبد الله الركابي، رئيس قسم الفلك في جامعة بغداد، وشكرا لجميع الحضور أصحاب السعادة والإخوة الباحثين والعلماء وهواة الفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع قد تكون كلمتي طويلة، لكن فيها بعض الدلائل الخاصة في الوطن العربي عن مشاريع علوم الفضاء والفلك، وأخص بالذكر راح تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، هي نموذجا للتطور العلمي والتكنولوجي في مشاريع الفضاء والفلك. وأنا أشكركم دكتور عبد الله مع كل زملائكم، أشكركم على إطلاق أكاديمية أريد العلمية في علوم الفضاء والفلك. وإحنا في الوقت الحاضر، خاصة في الوطن العربي، نحتاج هكذا أكاديميات أمانة، لأنه موضوع الفضاء والفلك أصبح من الموضوعات المطلوبة في كل دولة وفي كل أمة وفي كل مجتمع. هذه التخصصات أصبحت داخلة بشكل مباشر في حياتنا اليومية، وبالتالي الجميع يحتاجها.
لذلك أنا أبارك لكم في تأسيس هذه الأكاديمية، وإن شاء الله يعني تستقطبون أعضاء كثيرين من الوطن العربي والعالم الإسلامي على الأقل المشاركة مع المؤسسات والأكاديميات الفضائية الموجودة في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. فشكرا لكم. فبالتالي نقول الآتي، أنه لذلك أنا أشكركم جميعا وأشكر كل العلماء والباحثين وهواة الفضاء والفلك المشاركين في هذا البرنامج المسمى ببرنامج سباق الأمم، ومكوناتهم العلمية والمعرفية والثقافية وحتى التخصصية في ميادين علوم الفضاء والفلك. لذلك راح أبدأ ببعض الأمثلة اللي موجودة بالوطن العربي في مجال الفضاء والفلك. لو نأخذ جمهورية العراق في الواقع التي أسست مجلس البحث العلمي وربطتها بديوان رئاسة في عام 1980. طبعا ضمن هذا المجلس تم تأسيس مركز أبحاث الفضاء والفلك الذي كلف هذا المركز ببناء أحد أكبر المراصد الفلكية البصرية والرادوية في العالم على قمة جبل كورك في شمال العراق محافظة أربيل على ارتفاع 2.2 بالعشرة كيلومتر عن مستوى سطح البحر. في ذلك الوقت بالحقيقة عملنا مسح شامل للجبال الموجودة في العراق، وكان من ضمنهم جبل سنجار وجبل كورك وجبل سر علي كلاو كلاو علي أو سر علي إلى آخره، اللي يبعد عن جبل كورك بحوالي 10 كيلومترات على الحدود الإيرانية، وكان ارتفاع 2.5 كيلومتر عن مستوى سطح البحر. المهم بعد ما اخترنا موقع المرصد الفلكي اللي هو كورك، وكان أفضل 5 مواقع في العالم من ناحية الأرصاد الفلكية، من ناحية ما نسميها السماء الفلكية، أي بحدود 300 ليلة واضحة لعلماء الفلك. طبعا المرصد تألف من مجموعة تلسكوبات، تلسكوب بصري كبير قطر مرآته 3.5 متر، تلسكوب بصري صغير قطر مرآته 1.25 متر، تلسكوب راديوي يعمل بالموجات المليمترية. في ذلك الوقت كانت التلسكوبات الراديوية اللي تعمل بالموجات الراديوية على عدد الأصابع، فكان هذا المرصد يعد من أكبر المراصد الراديوية في العالم في ذلك الوقت. طبعا يلحق بهذه المراصد الأجهزة الفلكية الملحقة مثل الفوتوميترات وأجهزة الأطياف. الفوتوميترز كانت تشتغل في تحت الحمراء والموجات الضوئية وفوق البنفسجية، كذلك عدد من السبكترمز الكودي سبكتروغراف والسبكتروغراف الأخرى اللي كانت بالحقيقة من أحدث التكنولوجيات في عام 1980. المهم بدأنا ببناء المرصد، وقعنا عقد مع مجموعة شركات ألمانية، وكان لهذه الشركات الألمانية في فروع في مختلف دول العالم. فبدأنا ببناء في عام 1980 وخلصناه تقريبا 1986، 90% 95% من المشروع انتهى. بدأنا نرصد الأرصاد الأولى للفحوصات اللي نعملها لأجل التأكد من المراصد. عدا المرصد البصري كان لا زال المفروض كان يخلص على أساس 89. المهم في ذلك الوقت مع الأسف بسبب الحرب العراقية الإيرانية والأمور السياسية انضرب المرصد، وكان عندنا مشروع بناء محطة استلام صور أقمار صناعية في الثرثار، ومشاريع أخرى، مشاريع أقمار صناعية، مشاريع رواد فضاء، مشاريع كثيرة أخرى كان ضمن مركز أبحاث الفضاء الفريق مركز أبحاث الفضاء العراقي اللي أسسناه في 1980 وتم إلغائه مع مجلس البحث العلمي
في 1990. وهكذا كانت جمهورية العراق. لو نشوف جمهورية مصر العربية، أنشأت وكالة الفضاء المصرية ربطتها برئاسة الجمهورية المصرية، فضلا عن مرصدها الفلكي الشهير في القطامية اللي يبلغ قطر مرآة المترين، وهذا لغاية الآن هو فعال وشغال، ويعد أكبر مرصد في الوطن العربي في الوقت الحاضر في قطر بصري مرآة قطرها مترين في الوقت الحاضر. وأنا اشتغلت به كثير بالحقيقة. ثم الجزائر اللي أنشأت وكالة فضاء جزائرية وأطلقت منها عدة أقمار، ثم المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن عاصمتها هي مقر الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اللي أسسناه في عام 1997. هناك أيضا مقر المركز الإقليمي لتدريس تكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا والتابع للأمم المتحدة، كذلك المكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك في المنطقة العربية التابع للاتحاد الفلكي الدولي، فضلا عن معهد الفلك وعلوم الفضاء بجامعة. ثم المملكة العربية السعودية الآن لديها مشروع ضخم في بناء مرصد فلكي كبير، ولديها مراصد صغيرة موزعة تقريبا على مختلف دول العالم لرصد الأهلة. ثم دولة الكويت اللي أطلقت القمر الصناعي المكعب كيوبسات، وكذلك أيضا البحرين أيضا أطلقت قمر صناعي اللي هو على شكل كيوبسات. فبنفس الوقت طبعا لابد من الإشارة إلى الجهود المخلصة لبناء لبقية زملائنا العرب من علماء الفلك والفضاء لإحياء أمجاد تراثنا الفلكي العربي والإسلامي. لو نتكلم على بعض التكنولوجيات الفضائية في الوطن العربي، فنقول لا يكاد ينام العالم المتقدم في المرحلة العصرية الراهنة على قديم من اكتشافات وابتكارات واختراعات تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة القائمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المصغرات والبيانات الضخمة وتكنولوجيا الروبوتات، الطائرات المسيرة، درونز، الأمن السبراني وهكذا، وتطبيقاتها في مجال الفضاء والفلك. الآن هذه التقنيات بالحقيقة عاملة ثورة في العالم. فإذا ما نتابعها ولا نتناغم معها سنتأخر سنوات وسنوات إلى آخره إلى آخره. ولو نعود إلى الوطن العربي سنجد بالحقيقة الآتي: الوطن العربي له مزايا كثيرة تختلف عن كثير من دول العالم، لا سيما تلك الدول المالكة للوسائل الفضائية. من هذه السمات الجبال الشاهقة البعيدة عن الملوثات الضوئية والترابية الصالحة بشكل متميز لبناء مراصد فلكية بمختلف أنواعها. في الواقع في بعض المواقع نستطيع أن نرصد في العراق على سبيل المثال، إذا رحنا إلى جبل مثل كورك أو غيره، ولو جبل كورك استغل الآن لأمور أخرى، يعني نستطيع أن نرصد جزء من السماء الجنوبية فضلا عن السماء الشمالية، إضافة إلى صفاء الجو في ذلك في تلك المواقع. يعني على سبيل المثال عدد ليالي الرصد هذه عن الفوتومتري إلى أكثر من 300 ليلة. هذه عملنا حوالي أكثر من سنة، عملنا سكانك لكل جبال العراق، وعندنا تفاصيل كاملة عن هذه الموضوعات، ونشرنا أبحاث بها بالحقيقة. فضلا عن مزايا الصحراء المنبسطه الممتده على كامل اراضيها المباركه التي يمكن استخدامها لتكون اراضي تجريبيه للعربات الفضائيه، الروبوتات التي ترسل الى بعض الكواكب لاستكشاف سطحها واغلفتها الجويه. ايضا فيما يتعلق بالصحراء التي تتصل بالانهار والبحار لتعطيها الافق الواسع، بمعنى ليس فقط في العراق وانما ايضا في الوطن العربي هناك مواقع فيها أفق واسع نستطيع أن نبني قواعد لإطلاق الصواريخ الفضائية العالمية، إضافة إلى الجو المستقر، إضافة إلى الأفق الواسع. فهذه القواعد الصواريخ الفضائية ستكون أفضل من القواعد الموجودة بالعالم، لأن أكثر القواعد الموجودة بالعالم الطقس الفضائي لها غير مستقر، ليس مثل ما موجود في الوطن العربي، وهذه عن طريق إحصاءات بالحقيقة وأرقام موجودة لدينا. فلذلك إذا تم بناء
قاعدة إطلاق صواريخ في أي إحدى الدول العربية التي تحتوي على هذه المزايا ستكون جهة مميزة، ليس فقط في إطلاق الصواريخ وإنما أيضا جهة اقتصادية كاملة. يمكن بناءها صح يكلف مبالغ عالية جدا، يمكن خلال 3 سنوات 4 سنوات البلد يطلع فلوسها ثم تكون رابحة لذلك البلد. إضافة إلى الشباب المتعطش للفضاء والفلك، إضافة للموارد المالية الموجودة في تلك الدول العربية، الأمر الذي يمكن الوطن العربي مجتمعا أن تؤسس أقوى وكالة فضاء عربية بالعالم. إذا اتحد العالم العربي بعلمائها وشبابها وهواتها، أنا واثق مع القرار الصائب لذوي القرار من القيادين في الوطن العربي بإمكان بناء وكالة فضاء عربية قد تكون حتى أفضل من ناسا. يعني وبالتالي من خلال هذه المؤسسات تستطيع أن تقوي اقتصادها وجني الكثير من الأموال منها، ناهينا عن إشاعة هذا المستوى من اللغة والثقافة والفكر الاجتماعي لدى المجتمعات. بصورة عامة يعني يجب أن يصاحب ذلك الكثير من التدابير والإجراءات لتعظيم وترسيخ هذه المكان المتقدم من بعد. على سبيل المثال نلحظ حث المؤسسات والجامعات والمعاهد الهندسية على بناء وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة المكعبة. هذه الأقمار الصناعية تم تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات في كثير من الجامعات العالمية. كان هدفها الرئيسي التعليم والتعلم لطلبة الجامعات، إضافة إلى قلة كلفتها، إضافة إلى تصنيعها، سهولة تصنيعها، ثم أيضا إضافة إلى سهولة إطلاقها. فبالتالي يعني هذه كلها يجب أن ننشطها في الوطن العربي. النكست سلايد رجاء. طبعا لا يفوتني اشير الى وجوب ان يصاحب ذلك كله المصانع والورش الكهربائيه الالكترونيه الميكانيكيه الكبرى للتصنيع الدقيق. الان التصنيع الدقيق عامل ثوره بالعالم. يعني اغلب هذه التقنيات الفضائيه التي تعنينا كلها تحتاج الى هذه التصنيعات الدقيقه، الصناعات الدقيقه اللي تعتمد على وسائل الادوات التقنيات الحديثه التي دخلت بكثافه عاليه جدا وعلى نحو أساسي في تكنولوجيا الفضاء والفلك. ومن خلال هذه المزايا نستطيع استكشاف الكون محتواه من الأجرام السماوية واستكشاف الأرض من الفضاء، أي دراسة الموارد الأرضية من الفضاء، تطوير حياة البشرية ومجتمعاتها من جميع النواحي من خلال الوسائل الفضائية في الاتصالات والاقتصاد والموضوعات الاجتماعية والصناعية والطب إلى آخره. فلو نأتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لما بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بعام 2013 أنشأت وكالة الإمارات الفضاء في أبو ظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي وأكاديمية الشارقة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الشارقة، الأمر اللي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة جدا في مجال استكشاف الفضاء والكون واستكشاف موارد الأرض الطبيعية والمصنعة من الفضاء. فمشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة بالحقيقة كانت هناك مشاريع عملاقة، مثل مشروع تدريب وإطلاق رواد فضاء من أبناء الدولة إلى محطة الفضاء الدولية أو إلى مهمات أخرى. الإمارات أطلقت رائدي الفضاء، واحد بقى 8 أيام والآخر 6 أشهر والثاني تمكن من السير في الفضاء، اللي هذه عملية السير في الفضاء رواد الفضاء عملوها على عدد الأصابع. إضافة الآن في طريقها لإرسال رواد فضاء بحيث في مركبة فضائية تدور حول القمر أو لاستكشاف القمر. مسبار الأمل اللي الآن موجود حول كوكب المريخ لاستكشاف الغلاف الجوي. ليش المريخ؟ لأن المريخ يعتبر من أهم الكواكب
القريبة إلى الأرض. ليش؟ لأن غلاف الجوي حوالي 96% منه ثاني أكسيد الكربون، والآن الغلاف الجوي يشبه الغلاف الجوي الأرضي قبل كذا ملايين السنوات، وبالتالي يعتقد العلماء قد يكون مستقبلا الكوكب الوحيد اللي يستطيع الإنسان قد يعيش على سطحه. والآن مسبار الأمل ده يرسل بيانات ضخمة بالواقع إلى مختلف محطات الإسلام الفضائية الإماراتية والعالمية، فضلا عن مشاريع استكشاف القمر. الآن الإمارات تشارك كذا عدد من وكالات الفضاء العالمية مثل ناسا، مثل إيسا، جاكسا الكندية، اليابانية إلى آخره، للعودة لاستكشاف القمر بعد 55 عام من نزول الإنسان على سطحه، ولدراسة إمكانية جعل القمر مطار كوني. ما المقصود بمطار كوني؟ لأن القمر كما تعلمون ما له غلاف جوي، فعملية العيش على سطحه يكون صعب جدا. فبالتالي علماء الفضاء والفلك يخططون إلى استغلال موارد القمر من صخور والأتربة إلى آخره، ويكون مطار كوني، أي يكون ليزون لبناء محطات فضائية سكنية قريبة من الكرة الأرضية. ليش؟ لأنه الزيادة السكانية تزداد على الكرة الأرضية ربما بعد 30 سنة إلى 40 سنة، ما راح تبقى محطة قدم على الأرض، فالإنسان يبحث عن موقع سكن آخر في الفضاء. ثم مشروع دولي جديد لدولة الإمارات، إرسال مركبة فضائية أو مسبار فضائي، أيضا هذا بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء العالمية، زائدا مع عدد من الجامعات العالمية والمحلية. الجامعات المحلية منها جامعة الشارقة طبعا. مسبار فضائي لدراسة واستكشاف كوكب الزهرة، ومن ثم ينطلق إلى دراسة 7 من الكويكبات الصغيرة. وفي نهاية طبعا الكويكبات الصغيرة تعرفوها، هي صخور متناثرة بين المريخ والمشتري، وهذه الصخور تعد من الأجرام السماوية المهمة جدا لدراستها لمعرفة أصل المجموعة الشمسية، ومعرفة الماء كيف وصل للأرض. وهناك مشاريع أخرى لدراسة هذه الكويكبات. فالمفروض هذا المسبار بعد ما يستكشف هذه الكويكبات السبعة يحط على آخر كويكب لمحتمل أن يجلب إلى الأرض عدد من الأتربة والصخور من هذا الكويكب الأخير. وعلى أثر ذلك طبعا الإمارات العربية المتحدة الآن بدأت تدريس هذه التخصصات في جميع مستويات التعليم العام والتعليم العالي، لا سيما بجامعة الشارقة من خلال تعاون أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وكلية العلوم والهندسة بجامعة الشارقة، حيث تمكنت من طرح عدد من البرامج التعليمية ذات العلاقة منها. على سبيل المثال لدينا ماجستير في علوم الفضاء والفلك، ماجستير في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ماجستير في قانون الفضاء والجو، والآن جامعة الشارقة والأكاديمية في طريق الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. برنامج الدكتوراه هذا نسميه ساندويج بروجرام، يعني ليس فقط يعطينا الدكتوراه في علوم الفضاء والفلك، وإنما في الاستشعار البعد، في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، في فيزياء الفلك وهكذا. ثم الدولة اهتمت واستثمرت مليارات أو عشرات الدولارات في هذا المجال. لعلنا نكتفي بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. ما نود قوله ليس فقط لكون هذه التجربة غنية جدا وبالغة التقدم، بل لأن لدولة الإمارات العربية المتحدة كثير من الامتيازات والمزايا التي تزيد في غنى تجربتها في غزو الفضاء. الآن دور المؤسسات التعليمية مهم في موضوع تكنولوجيا الفضاء والفلك. كما تعلمون أصبح تعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والجو والتخصصات الأخرى ذات العلاقة الشغل الشاغل لواضعي سياسات مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي. الآن يعني إحنا في جامعة الشارقة على سبيل المثال لا ندرس
تخصص فيزياء بحتة أو ماثماتكس أو كيمستري. هناك بعض التخصصات الأخرى مع السكيلز نربطها بالفيزياء، لما يتخرج الطالب يكون مسقول سقلا أكاديميا تعليميا وتعلميا، بحيث له باك جراوند في مختلف التخصصات القريبة من الفيزياء، وهكذا في التخصصات الأخرى. يعني بمعنى آخر، حتى الأساتذة ندربهم تدريب كامل مع التقنيات الجديدة، يعني لأنه طلابنا اليوم المايند سيت مالتهم مختلف. يعني لا يجوز أني اليوم أدرس طالب مثل ما كنت أدرس قبل 3 سنوات أو 5 سنوات. ليش؟ لأنه أنا أسميهم طلبة اليوم هم ولادة الإلكترونيات، فبالتالي لا يجوز أني كأستاذ أبقى كلاسيكي لا أعرف التكنولوجيا وأني أدرس طالب ملم بالتقنيات الحديثة. فإذا في الوطن العربي المهم جدا في تأهيل أفضل المتخصصين والباحثين والمهندسين في تطبيقات علوم التكنولوجيا الفضاء والفلك في الصناعة والزراعة والطب ومختلف الموضوعات. ليش لا أقول هذا الكلام؟ على سبيل مسبار الأمل، لما تم تصنيعه في الواقع كان يشمل كل هذه التخصصات الجديدة: الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الأشياء، الفيرتشوال رياليتي، كل هذه التقنيات اللي نسمعها كانت موجودة في مسبار الأمل. وهكذا كل الأجهزة اللي نصنعها في الفضاء تشمل كل هذه التخصصات. فإذا تعمل جامعة الشارقة، بعض الجامعات القائمة على أرض الإمارات الآن وفي المستقبل القريب والبعيد، على تعليم علوم تكنولوجيا الفضاء ضمن الآفاق الوطنية. وهذه فرصة حقيقية وكبرى لتكون هذه الجامعات جزء لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء والكون. من هذه البرامج كما تعرفون تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا المصغرات والمسيرات، أي الطائرات بدون طيار إلى آخره، تطبيقاتها في مختلف وسائل تكنولوجيا الفضاء، أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية الكبيرة والصغيرة، الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ، إدارة موارد الأرض الطبيعية، مراقبة البيئة وملوثاتها، تغيرات المناخ، التغير البيئي المستمرة، علاقة ذلك بالغلاف الجوي، تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في الاتصالات والطب والصحة، تطبيقات تكنولوجيا الفضاء والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية. أريد نقول في هذه البرامج أنه الفضاء دخل في كل مجالات حياتنا اليومية، لذلك لا بد أن ندرب شبابنا وندرسهم على ما نسميه مالتي ديسيبلينري توبيك، يعني ليس مادة واحدة وإنما مجموعة مواد فيها السكيلز، فيها التطبيق. كذلك أنظمة الدفع الصاروخي، وخاصة إذا ما تم بناء قواعد إطلاق صواريخ فضائية مختلفة الحجم. على أثر ذلك بالحقيقة أصبحت أكاديمية الشارقة للعلوم والفضاء والفلك المركز الأساسي لمختلف الأبحاث وعلوم تكنولوجيا الفضاء، ليس في الدولة فحسب وإنما في الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام. فتحتوي أكاديمية الشارقة الآن مركز أبحاث النيازك من خلال شبكة الإمارات لمراقبة الشهب والحطام الفضائي. هذه بالحقيقة تتكون من 3 أبراج، والآن نريد نزيدها إلى 3 أبراج الأخرى لتكون 6 أبراج موزعة على كل مساحة الدولة. كل برج يحتوي على 17 كاميرا. هذه الكاميرات ترصد الحطام الفضائي ابتداء من غروب الشمس إلى شروقها صباحا، ثم مختبر علم الفلك الراديوي الذي يشكل مصفوفة راديوية عشرية بموجة 20 ميجا هرتز لإرصاد الشمس وبعض الكواكب، فضلا عن مقياس التداخل بطول 40 متر لرصد الكون. والآن يعني بدأنا ببناء مصفوفة راديوية على شكل حرف واي، تكون من 9 تلسكوبات راديوية مع أجهزة استلام. ثم مركز نظم المعلومات الجغرافية واستشعار بعد كجزء من التعاون الوثيق بين كليتي الهندسة والعلوم. ثم مختبر طقس الفضاء والغلاف الأرضي الآني. وهذه المختبرات كلها الآن تنشر أبحاث عالمية معروفة كلها في
قاعدة بيانات سكوبس وجمعتها. ثم مختبر الأقمار الصناعية المكعبة الذي يقوم المهندسين والباحثين الإماراتيين فيه بتصميم وتصنيع سلسلة من الأقمار الصناعية. أطلقنا شارقة سات واحد، طبعا تعرفون الكيوب سات يسموها كيوب لأنها هي مكعب 10 في 10 10 في 10 سنتيمتر. احنا الشارقة سات واحد بالحقيقة تألف من 3 مكعبات ربطناها ببعض مع كاميرا مع سنسر لرصد الأشعة السينية لدراسة طقس الفضاء. الآن الثاني راح نطلقه، هذا الأول أطلقناه في بداية 2023 والآن ده نستلم البيانات، موجود على ارتفاع 500 كيلو متر عن مستوى سطح البحر، وعندنا محطة استلام فضائية في الأكاديمية. الثاني خلينا في كاميرا عالية الدقة، كاميرا طيفية بحيث نستلم صور طيفية من مختلف المواقع الأرضية، يعني صورة طيفية من الماء، صورة طيفية من الأرض الصلبة، صورة طيفية من الجبال، من الزراعة، وهذه الصور بالحقيقة الآن تنباع كل صورة ب 10,000 15,000 دولار. فبالتالي من خلالها وبالتعاون هذه القمر الصناعي شارجة سات 2 بالتعاون مع دائرة الكهرباء ودائرة التخطيط والبلدية وهم شاركوا معنا وهذه الأقمار الصناعية بالحقيقة تكون رخيصة جدا، حتى إطلاقها عن طريق السبيس اكس من فلوريدا يكلف بين 100 إلى 150 ألف دولار فقط. لماذا رخيصة؟ لأنه الصاروخ ما راح لما ينطلق ما راح ينفجر مثل ما كان سابقا، وإنما ينزل كما هو، يرتفع ويطلق الأقمار الصناعية ثم ينزل عليه. لهذا أصبحت هذه الأقمار الصناعية رخيصة جدا. إضافة إلى مختبر الفيزياء الفلكية عالي الدقة المخصص للنجوم المتلامسة، إضافة الآن بنبني مرصد على جبل اسمه جبل الكتاب في كلباء. هذا المرصد يتكون من 3 مراصد فيها تلسكوبات إن شاء الله على التوالي 40 سنتيمتر قطر 60 ثم 100 سنتيمتر مع مختلف الأجهزة البصرية مثل السبكتروغراف والكاميرات إلى آخره. فالآن أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تحتوي على بلانيتاريوم قبة فلكية قطرها 20 متر وفيها أحدث أنواع التكنولوجيا من حيث اللايتنينج والبروجيكتورز والسوفت وير اللي تحتويها، فتستطيع أن تعرض على القبة الفلكية أكثر من 10 مليون جرم سماوي من نجوم ومجرات بالدقة المطلوبة كما نراها بالعين المجردة في السماء الصافية، إضافة إلى لدينا أفلام كثيرة نعرضها في الأكاديمية، إضافة إلى المعارض الفلكية، وعندنا مركز للنيازك يعد من أفضل المراكز في العالم، يحوي على أكثر من 8500 قطعة نيزكية. هذه القطع من حجومها من حبة الحمص إلى صخرة كبيرة قطرها متر و20 سنتيمتر، وهذه الصخور النيزكية كلها موثقة عالميا ومعروف أين سقطت وكيف تم دراستها ومعرفة عناصرها ومحتواها من كل النواحي. وختاما أريد أقول الآتي لكل زملائنا الموجودين في هذه المنصة وقد تكون من خلال منصة أريد، أنه جامعة الشارقة تفتح أبوابها لكم للتعاون معنا من خلال أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومن يرغب أن يكمل بحثه في مجال الفضاء والفلك أو حتى في التخصصات الأخرى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا جزيلا لكم على هذه الندوة الجميلة من خلال منصة أريد الفضائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا أستاذنا العزيز الأستاذ الدكتور حميد مدبن النعيمي، رئيس الاتحاد العربي لعلوم القضاء والفلك، مدير جامعة الشارقة، ورئيس أكاديمية أريد لعلوم القضاء والفلك. شكرا جزيلا وبارك الله فيك، حقيقة كانت محاضرة واسعة جدا، يعني تمنينا الوقت يطول ويا حضرتك، لأن احنا نفخر حقيقة بهذه الإنجازات ما وصلته إلى حضرتك ومن معك من فريق علمي متميز يسعون دائما إلى تطوير بلدانهم وتطوير واقعنا العربي، وأن نواكب، لأننا نمتلك مثل ما قلت حضرتك احنا نمتلك كل المقومات، ينقصنا فقط الناس اللي مثل حضرتك أصحاب الهمم العالية، اللي إن شاء الله يعني حضرتك سائر واحنا سائرين خلفكم إن شاء الله في تطوير علوم الفلك والفضاء في عالمنا العربي إن شاء الله. جزاك الله خير شكرا دكتور، يحفظك. شكرا دكتور عبد الله. في الواقع احنا حاضرين، يعني على سبيل المثال انا تعلمت في بغداد، تعلمت لانه يعني كنت طالب في بغداد، تعلمت وعلمت، وحتى في الاردن تعلمت وعلمت، وحتى في مصر لما استخدمت مرصد القطامية والى اخره. احنا تعلمنا من دولنا العربية حقيقة، يعني لولاهم ما كنا واصلين إلى هذا المكان. فلذلك علينا ومن واجبنا أن نقدم ما تعلمناه إلى شبابنا الموجودين في الوطن العربي، خاصة في بلدنا العراق. بكم البركه دكتور، ان شاء الله احنا على خطاكم سائرين، وان شاء الله هذا التعاون، وكانت حقيقه هي كورونا هي كانت فاجعه عالميه، لكن حقيقه هي كانت في الفلك ربيع، انه كنا نسمع بحضراتكم، ويعني اصبحنا الان نلتقي معكم يعني فيس تو فيس مع اساتذتنا في الاردن، مع في الامارات، في السعوديه، في كل دولنا العربيه، ففي مصر حبيبه مصر، انا ايضا تعلمت في مصر وتخرجت من مصر، فنسأل الله أنه يديم هذا الجهد المبارك، وتكون انطلاقاتنا سريعة باتجاه أن نضع قدمنا في العالم كما نستحق إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور وبارك الله فيك. حفظكم بعد الله. إذنك الله يحفظك دكتور، ننتقل الآن إلى محاضرنا الآخر والأستاذنا المتميز. قبلها يقول الشاعر، يقول: عز الشعوب بعلم تستقل به، يا ذل شعب عليه العلم قد هان، فعلموا الناس إن رمتم فلاحهم، إن الفلاح قرين العلم مكان. معنا الأستاذ الدكتور عوني محمد الخصاونة، أيضا أستاذ دكتور عوني طبعا غني عن التعريف، هو دكتوراه في الفيزياء الفلكية وعلم الفلك الراديوي. طبعا الدكتور عوني هو الامين العام للاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، مدير مشروع المرصد الفلكي البصري والراديوي كلباء اماره الشارقه، استاذ زائر في كليه العلوم جامعه الشارقه، عضو لجنه اختيار المنتسبين والاعضاء الجدد للاتحاد الفلكي الدولي، عضو مؤسسه الرابطه العربيه لعلوم الفضاء والفلك ومقرها مصر، رئاسه مجموعه العمل لعام 2030 المعنيه باستكشاف الفضاء والابتكار التابعه للجنه العلميه السلميه لشؤون الفضاء الخارجي في الامم المتحده، عضو مجلس امناء جامعه اليرموك الاردن، رئيس الجمعيه الفلكيه الاردنيه سابقا، المدير التنفيذي للمكتب الاقليمي. طبعا يطول ايضا دكتور عوني، استميحك عذرا يعني، فحضرتك ما شاء الله يعني ايضا استاذنا ومنكم نتعلم وتطول فيكم الكلام. محاضرة الدكتور عوني بعنوان اقتصاد الفضاء فرص والتحديات، حتى لا أطيل أترك المايك لحضرتك، تفضل دكتور عوني، شرفنا، جزاك الله خير، تفضل. دكتور عوني موجود، بي موجود ودخل معنا. عفوا دكتور عبد الله، يمكن دكتور عوني عنده خلل بالإنترنت، يعني ننتظر دخوله، فما أعرف إذا تحب عظيم، تنتقل إلى المداخلة اللي بعدها ولا أم ننتظر. ماشي، نحول على دكتور فؤاد إن شاء الله إذا هاي، ويدخل بعد إن شاء الله دكتور عوني تمام دكتور، تفضل. إن شاء الله.
دكتور فؤاد محمود عبد الله القادري أخي وصديقي، هو مواليد 1976، دكتوراه في الفلك من قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد، متخصص في الميكانيك السماوي في الأهلة، يجمع أكثر من حقيقة رجل جامع لأكثر من مهارة، له كثير من البحوث العلمية المتخصصة، مشرف على بعض أطاريح بعض رسائل الماجستير. دكتور فؤاد تدريسي في قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد، له الآن مشاركة بعنوان مشاريع الفضاء العملاقة برنامج أبولو، فليتفضل. مشكور. تفضل دكتور. دكتور فؤاد، عفوا بس لو تفتح المايك لأنه المايك مغلق. دكتور فؤاد، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة تفضل الله دكتور، وبركاته. الصوت واضح. تفضل دكتور. الشاشة صار شير دكتور؟ نعم موجود، تفضل موجود. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رمضان مبارك على السادة الحضور والأمة الإسلامية والعربية جميعا. الشرف أن أكون مشارك مع أساتذتي الكرام دكتور حميد مجول النعيمي والدكتور عبد الله والدكتور عوني والأخوة في المنصة، فالشكر موصول للجميع إن شاء الله. طبعا فكرة اقتصاد الفضاء هي فكرة حديثة صارت يعني مستقبل الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد الفضاء. في القرن الماضي يعني القرن العشرين أصبحت تكنولوجيا الفضاء هي التكنولوجيا الأكثر يعني استهلاكا للأموال في البداية، ولكن في النهاية أصبحت يعني من أكثر الأمور التي تدر على الدول الأموال. من المشاريع القديمة والمشاريع الرائدة في الفضاء هو مشروع برنامج أبولو، اللي هي الرحلات القمرية اللي صارت يعني خلال بداية يعني الستينات ثم السبعينات. طبعا البرنامج هو يعني معروف لدى حضراتكم، لكن احنا راح نتناول قصة النجاح اللي صارت في أبولو في النهاية ثم تطبيقات أبولو الاقتصادية. برنامج أبولو يعني أطلق يعني خلال فترة الستينات من وكالة ناسا الأمريكية، طبعا يهدف لوصول الإنسان إلى سطح القمر. تضمن البرنامج يعني 6 عمليات هبوط على القمر من سنة 1960 أو 69 إلى 72. برنامج أبولو إلى أهمية يعني بالذات يعني خاصة يعني كان بي أكو صراع ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، فبعد يعني أن استطاعت يعني الاتحاد السوفيتي أن ترسل أول رائد فضاء للفضاء أو للمدار الأرضي، إجا الرد الأمريكي، أصبح تحدي لهم أنه لازم يوصلون إلى الفضاء أو إلى نقطة أبعد مما وصلت إليه الاتحاد السوفيتي. بدأ المشروع في عام 1961 بواسطة الرئيس كينيدي، طبعا أطلق بعد يعني أن صار الاتحاد السوفيتي بشهر يعني، وأصبح تحدي لهم أن ينطلقوا أو ينطلقون نحو الفضاء. أحد الأسباب اللي أدت يعني للمنافسة هي يعني الصراع الموجود على الأرض انتقل للفضاء، فكان التحدي بالنسبة لهم هو هبوط الإنسان إلى القمر ووصوله إلى القمر. فالرئيس كينيدي أطلق يعني المشروع أنه خلال عقد لازم يوصلون إلى القمر عن طريق مشاريع ضخمة تغطي هذا الهدف. بدأ البرنامج طبعا بالتخطيط إلى والمساعدات التكنولوجية من قبل الجامعات ومنظمة يعني المنظمات الأخرى كلها تساهم في هذا الهدف. ف بعد فترة من الفترات يعني انطلقت الرحلات التجريبية إلى، فإذا نلاحظ احنا يعني كان يعني وصول جاجارين للفضاء في 12/4/1961،
الولايات المتحدة أطلقت، يعني الرئيس كينيدي أطلق القرار بالذهاب للقمر في 25/5/1961 من خلال يعني لجنة مشتركة مع الكونغرس. ناسا سخرت كل قدراتها في الموضوع، فسخرت أكثر من 400 ألف موظف ودعم أكثر من 20 ألف شركة وجامعة الساهمة. الموضوع الاقتصادي اللي كان هو التحدي الأكبر في موضوع الفضاء وموضوع تكنولوجيا الفضاء. طبعا لحد الآن هي الدول الغنية والدول المانحة اللي تستطيع أن تنفق على الفضاء هي اللي تستثمر في موضوع الفضاء. فالتكاليف النهائية للبرنامج كانت مقدرة 25 مليار في ذاك الوقت، ما يعادل تقريبا الآن 145 إلى 150 مليار دولار. التكاليف كانت يعني مكلفة جدا يعني، فلذا يعني حتى في النهاية كان الموضوع الاقتصادي هو اللي يحكم يعني في هذا القرار، لأن قضايا السياسة والاقتصاد مترابطة جميعا. يعني اللي يتحكم في سياسة التكنولوجيا وسياسة التعليم وغيرها هو الاقتصاد، فمتى ما يكون الاقتصاد هو الداعم أو هو القوي فيصبح يعني قضية تكنولوجيا الفضاء وغيره والاستثمار فيها والتوجه إلى يعني هو يعني بشكل أساسي يعني العامل المؤثر العامل الاقتصادي. فلذا كانت تقدر التكاليف المرتبطة بمركبة أبولو والصواريخ الناقلة يعني ما بين 28 مليار 17 مليار 11 مليار. إطلاق الصواريخ الآن أصبح يعني أقل تكلفة مع سبيس إكس، لكن في ذاك الوقت كانت يعني التكنولوجيا الصواريخ هي المهمة يعني والأغلى ثمنا. التكاليف البشرية يعني للرحلات اللي صارت، فحتى يعني واحدة من الرحلات يعني فشلت فراحوا ضحيها يعني 3 من رواد الفضاء، هي في إطلاق رحلة أبولو 1 في 27 يعني يناير 1967. طبعا برنامج أبولو بدأ برحلات يعني من أبولو 1 إلى يعني أبولو يعني 17 1972، أرسل رحلات 4 رحلات غير مأهولة ورحلات أخرى مأهولة. بالمجمل يعني استطاع يعني الإنسان أن يصل بمجموعة 12 رائد فضاء على سطح القمر، أجروا أبحاث علمية درسوا سطح القمر وجمعوا صخور إعادتها واستطاعوا إعادتها إلى الأرض. المهمات يعني غير المأهولة هي كانت أعمال تحضيرية يعني لإطلاق أو إيصال الإنسان إلى الفضاء، فمن ضمنها إطلاق الصواريخ وتطوير الصواريخ الناقلة. طبعا حلم يعني وصول الإنسان للقمر كان حلم قديم يعني حتى في الروايات في القرن السابع عشر والثامن عشر، يعني كان أحد يعني الروائيين يعني يتخيل أنه ممكن أن يطلق إنسان بمدفع كبير ويصل إلى القمر. فلذا المشاريع يعني كانت أحلام في ذاك الوقت وانتقلت وأصبحت واقع، وهذا هو اللي يعني نعمل عليه وتعمل عليه المنظمات أو وكالات الفضاء، أنه تبتدئ بأحلام ثم تنتقل عن طريق هذه الأحلام إلى تحويلها إلى واقع. فيعني أحلام الأمس يعني أصبحت حقائق اليوم، وأحلام اليوم هي حقائق الغد إن شاء الله. أبولو 4 و5 مهمات وحيدة أصبحت غير مأهولة يعني، وتعتبر يعني أبولو 4 أول رحلة تجريبية للصاروخ ساترن 5. الاختبارات طبعا هي اختبارات الصواريخ كانت يعني عقبة أمام يعني الرحلات الفضائية. المهمات المأهولة أو الرحلات المأهولة كانت تضم يعني 3 رواد فضاء، قائد وطيار، وحدة القيادة وطيار الكبسولة. طبعا الرحلات يعني أبولو 11 و12 هي عمليات يعني صارت بنجاح، وكان يعني أرمسترونج أول من مشى على سطح القمر، والجملة اللي هي الخطوة اللي خطاها على سطح القمر يعني هي كانت قفزة للبشرية في ذاك الوقت. طبعا الآن بدأت المشاريع بالعودة إلى القمر يعني بعد أكثر من 50 عام على يعني الطفرة أو القفزة النوعية. الآن بدأت المشاريع وبدأت الدول تريد العودة إلى القمر لأسباب مختلفة، يعني منها أسباب يعني اقتصادية وقسم منها أسباب سياسية، يعني الصين والهند والبلدان كلها تتنافس في موضوع العودة إلى القمر. أهداف برنامج يعني أبولو يعني كانت المخططين يعني صح هو كان في البداية هو تحدي سياسي، بس يعني أصبحت يعني التكنولوجيا مطلوبة
فيعني وضعوا 4 خطط لنظام المهمة وإيصال الإنسان للقمر، منها الصعود المباشر للقمر أو بطريقة ملتقى مدار الأرض، أو بطريقة يعني ملتقى يعني سطح القمر أو مدار القمر. طبعا بعدين صارت الخطط عن طريق لجنة شكلتها ناسا 1961 لوضع قرار في طريقة إيصال الإنسان إلى سطح القمر. فكان الاستخلاص للنتيجة النهائية أن أصبحت خطة هجينة بين ملتقى مدار القمر وملتقى مدار الأرض. طبعا هذا القرار كان هو قرار يعني لجان علمية متخصصة في طريقة الإيصال، وكان هم في صراع مع الزمن يعني حتى يوصلون، يعني الأمر كان في تحدي في أنه قبل 10 سنوات من لازم يوصلون إلى القمر، والاتحاد السوفيتي كان ينافس في هذا المجال. طبعا المركبات اللي استخدموها يعني قسمين، واحدة قمرية وواحدة قيادة. المركبات يعني كان صناعتها صناعة خاصة بالمواد والأنظمة. طبعا هذه الصور للوحدات القمرية اللي استخدموها. طبعا التجارب واستخدام الطاقات بكل الاختصاصات من الهندسة والعلوم وكل الاتصالات كانت تخدم هذا المشروع. الصواريخ الناقلة أيضا هي من الأمور المهمة اللي هي يعني أصبحت يعني من أعقد المواضيع، لأن تكنولوجيا الصواريخ الناقلة يعني هي من أهم الفقرات. الآن أصبح يعني قضية الصواريخ الناقلة ممكن يعني استخدام الوكالات الفضاء أو تأجير الصواريخ الناقلة لإيصال الأقمار الصناعية سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة. أما تكنولوجيا الصواريخ فهي يعني محصورة في بلدان خاصة أو بلدان متقدمة. أنواع المهمات اللي يعني كانت مقترحة في سنة 1967، طبعا سلسلة البعثات كانت أنواع مهمات يعني وضعوها حسب التسلسل الأبجدي للحروف، فمنها مثلا مهمة القيادة بدون طيار سموها أي، ومهمة بي رحلة غير مأهولة للوحدة القمرية، ومهمة سي رحلة مأهولة لوحدة القيادة في المدار الأرضي المنخفض، طبعا يبقى ضمن مدارات الدوران الأرضي. الرحلة أو المهمة دي رحلة مأهولة لوحدة القيادة يعني في المدار الأرضي المنخفض، الرحلة إي رحلة مأهولة لوحدة القيادة والقمر. طبعا هي كل تبتدأ بالأي اللي هي أقل خطورة، ثم تنتقل إلى الحد الوحدات أو الرحلات المأهولة اللي تصبح يعني بها الإنسان موجود داخل الوحدات. آخر رحلة اللي هي كانت عبارة عن البقاء لمدة 3 أيام على سطح القمر واستخدام العربة القمرية، اللي هي رحلة اللي كانت بها يعني نزول الإنسان على سطح القمر. ملخص الرحلات الأبولو المأهولة، هي رحلة أبولو يعني 7 كانت في التاريخ 11 إلى 12 أكتوبر 1968، فكانت المهمة هي اختبار وحدة القيادة. هذه الرحلة كانت يعني بهذا التاريخ، كان أفراد الطاقم أيضا أسمائهم موجودة. رحلة أبولو 8 كانت في تاريخ 21 إلى 27 كانون الأول ديسمبر 1968، المهمة أيضا الدوران حول القمر بطاقم بشري لأول مرة، يعني انتقال من مدار يعني أرضي إلى مدار القمر، أفراد الطاقم أيضا كانوا موجودين. رحلة أبولو 9 كانت لفترة من 3 إلى 13 آذار 1969، المهمة هي اختبار الوحدة القمرية. رحلة أبولو 10 كانت تاريخ 18 إلى 26 ألف آيار 1969، أيضا كانت المهمة هي اختبار الوحدة القمرية حول القمر. رحلة أبولو 11 يعني التاريخ من 16 إلى 24 تموز 1969 هي الهبوط على القمر بطاقم بشري، وهي الرحلة اللي نجحت يعني، وكان الطاقم أرمسترونج وألدرين وكولينز. رحلة أبولو 12 يعني كانت التاريخ 14 إلى 24 نوفمبر 1969، المهمة هي الهبوط على سطح القمر بطاقم بشري. جي طبعا هاي الرحلات المأهولة لحد يعني سنة 1969 كانت، بعدين استمرت الرحلات الأخرى اللي هي رحلة أبولو 13 اللي هي كانت المفترض أن تهبط على سطح القمر، لكن هذه المهمة ألغيت يعني نتيجة حدوث خلل في الرحلة. طبعا مهمة أبولو 13 يعني صارت من أشهر المهمات القمرية
حتى يعني صنع فيلم، يعني توم هانكس يعني كان هو البطل في قضية عودة المهمة وكيفية يعني المخاطر اللي واجهتها في العودة إلى الأرض. طبعا أبولو 13 يعني استطاعت العودة بعد يعني مخاطر كثيرة. رحلة أبولو 14 يعني التاريخ من 31 إلى فترة يعني هي أيضا كانت 1971، الهبوط على سطح القمر بطاقم بشري للمرة الثالثة. طبعا ذني الرحلات كلها كانت تجلب معها عينات قمرية من الصخور القمرية. رحلة أبولو 15 أيضا 1971، الهبوط على سطح القمر بطاقم بشري للمرة الرابعة. طبعا أفراد الطاقم أيضا موجودين. رحلة أبولو 16 التاريخ 1972، الهبوط على سطح القمر بطاقم بشري للمرة الخامسة. طبعا هاي كل الرحلات حدثت تلك الفترة. رحلة أبولو 17 هي الرحلة الأخيرة، كانت في 1972، الهبوط على سطح القمر بطاقم بشري للمرة السادسة، وأسماء الطاقم أيضا موجودة. طبعا عادت برنامج أبولو بكل الرحلات بعينات قمرية يعني ما يعادل 381 كيلوغرام من الصخور والعينات القمرية اللي جمعوها يعني للدراسة. طبعا القيمة العلمية يعني للصخور القمرية يعني خاصة هي تنطينا انطباع عن الماضي وعن المستقبل، يعني بالنسبة لنا خاصة أن الصخور القمرية يعني هي ما يوجد غلاف جوي وتتأثر يعني هي بالنيازك القادمة لها. طبعا عدة صخور مشهورة يعني هاي من ضمنها صخرة التكوين يعني أبولو 15 جلبتها، ومن ضمنها صخرة هاي الصخرة مال أبولو 16 اللي يعني رجحت أن القمر تكون نتيجة يعني اصطدام جسم كبير فضائي بالأرض بسبب يعني عدم وجود مواد مشابهة لها على الأرض. التطبيقات يعني نتيجة لنجاح برنامج أبولو، قامت ناسا ومتعاقدون بدراسة يعني سبل استعمال يعني الأجهزة اللي صنعوها في أبولو في المهمات الفضائية والمهمات الأخرى القادمة. فيعني استطاعت يعني أبولو أن تدخل في صناعة محطة الفضاء سكاي لاب، ومشروع جديد هو مشروع أبولو سايوز أيضا استخدموا نفس التقنيات وتطوير التقنيات. حقيقة مشروع أبولو يعني أنطى يعني دفعة للأمام للبشرية، وانطى أمل في قضية يعني الانتقال وجلب العينات الفضائية. التقنيات المستخدمة كانت هي مرحلة أولى، الآن التقنيات المستخدمة يعني وصلوا للقضايا يعني المركبات للمريخ وغيرها، والتجارب البلدان يعني تنتفع بهذا التجربة. يعني فقط يعني قبل الختام، القضية يعني المهمة يعني في دراسة القمر هي يعني قضايا كثيرة تخص يعني البشرية جمعاء، منها يعني دراسة سطح القمر، منها استخدامها كمحطة يعني للانتقال للفضاء للكواكب. فمثل ما لاحظنا يعني التكلفة والجانب الاقتصادي في اقتصاد الفضاء يعني كان هو الجانب المهم والجانب الأهم يعني في قضية يعني اختيار سياسة البلدان في التوجه نحو اقتصاد الفضاء. يعني دراسة عينة واحدة قمرية فيها تكلفة عالية لكن فيها يعني جبال من المعارف والعلوم. وفي الختام شكرا لكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور فؤاد محمود عبد الله القادري، جزاك الله خير، كانت في الحقيقة محاضرة رائعة استفدنا فيها وتعلمنا منها فائدة برنامج أبولو وما أعطى البشرية من فوائد جمة. للآن كثير من الاكتشافات والتطبيقات المستخدمة في حياتنا وبعض الأجهزة كلها كانت من ضمن ما حصلت عليه البشرية من خلال برنامج أبولو. حاليا ننتقل الى المحاضره الاخرى، سيد دلال. طبعا سيد دلال مع دكتور عوني الفصاونه هي محاضره وحده كانت هي تلقيها سيد دلال حقيقه، لكن اختلط الامر عليه حقيقه. فنقدم سيد دلال، الاستاذه دلال خالد اللاله، ماجستير اداره اعمال دوليه، مدربة فلكية معتمدة من الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ومحاضرة فلكية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو مجلس
كلية العلوم في جامعة الزرقاء، مصممة حقائب فلكية جميع المستويات طبعا، وهي غنية عن التعريف أيضا. سيد دلال هي من الناس النشطة جدا في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وما شاء الله من المتابعين يعني نشاطها ما شاء الله في المجتمعي، بارك الله فيها. أو نترك المايك لحضرتك سيد دلال بمحاضرتك اقتصاد الفضاء فرص وتحديات، تفضل مشكور. شكرا لك دكتور عبد الله على هذا التقديم، وشكرا لك ولفريق منصة أريد يعني على هذا الإنجاز الجميل وعلى هذه الأمسيات الرائعة جدا. جزاكم الله كل خير في هذه الأيام الفضيلة. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بدكتورنا وعميد الفلكيين العرب دكتور حميد مجول النعيمي على يعني رأسه لهذه الجلسة لهذا اليوم وحضوره المميز كالعادة. واسمحوا لي أيضا أن أقدم التحية للدكتور عوني الخصاونة، هو للأسف عنده بعض الأشياء للأسف مش ضابط أنه يدخل، فلذلك ستكون هي المحاضرة مشتركة بيني وبين الدكتور عوني الخصاونة، وهو الأمين العام للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. فاسمحوا لي أن أشارك الشاشة بس من بعد إذنكم. شكرا. طبعا اقتصاد الفضاء هو من العناوين والموضوعات الملفتة في هذا الوقت يعني، فعندما نرجع للوراء قليلا سنجد أن اقتصاد الفضاء يعني فعل، و نقول القوى العظمى مشت في هذا الموضوع منذ عام 1957، يعني من أول انطلاقة لأول قمر صناعي إلى الفضاء اللي هو سبوتنيك 1، كان هو بداية الشرارة الأولى لهذا الاقتصاد المهم جدا، بحيث أننا عندما نقول فضاء لابد أن نتذكر القول الشائع، وهو من ليس له قدم في الفضاء ليس له مكان على الأرض. فبالتالي اقتصاد الفضاء هي من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن نركز عليها وأن نسير على خطى الدول الأخرى في هذا الموضوع. فاقتصاد الفضاء هو مجال متنامي يتعلق بالنشاطات الاقتصادية والمتعلقة بالفضاء الخارجي، ويشمل ذلك الاكتشافات الفضائية وأيضا تطوير التكنولوجيا الفضائية وتصنيع المركبات الفضائية وتقديم الخدمات الفضائية أيضا. ولو جينا نعرف اقتصاد الفضاء تعريف علمي صحيح، هو مجال دراسة وتطبيق النظريات والمبادئ الاقتصادية في النشاطات الخاصة بالفضاء الخارجي، ويتناول اقتصاد الفضاء العديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات الفضائية مثل استكشاف الفضاء واستغلال الموارد الفضائية وتطوير التكنولوجيا الفضائية وتسويق الخدمات الفضائية وإدارة النفقات والعائدات المتعلقة بهذه المشاريع الضخمة التي نتحدث فيها عن المليارات. لابد التنويه إلى أن هذا الاقتصاد قد نما عالميا ب 8% في الفترة الأخيرة ليصل إلى 546 مليار دولار في عام 2022. وطبعا هذا المجال متطور جدا، ويتوقع أن يسهم بشكل متزايد في النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي على مستوى العالم ككل. فيعني يمكن أقرب مثال لمجتمعنا العربي في هذا المجال أنهم دخلوهم دولة الإمارات المتحدة، يعني كان لها بصمة كبيرة في هذا المجال ووضعت نفسها في مجال اقتصاد الفضاء بقوة كبيرة جدا. طبعا لابد أن يكون هناك عدة عوامل تؤثر على اقتصاد الفضاء، أولاها الابتكار التكنولوجي، وأيضا التحديات البيئية والموارد الطبيعية في الفضاء، وأيضا التطورات السياسية والقانونية أيضا في هذا الموضوع.
ولأهمية اقتصاد الفضاء أهمية كبيرة جدا، بحيث أنه يعتبر هذا المجال حيويا ومتناميا كما تحدثنا، ويقدم فرصا متعددة للاستفادة من الفضاء وتحقيق أيضا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وعندنا طبعا 6 نقاط أساسية لنحصرنا فيها أهمية اقتصاد الفضاء، أولاها استكشاف واستغلال الموارد، وأيضا التكنولوجيا والابتكار، وأيضا مراقبة الأرض والبيئة، والبحث العلمي والاستكشاف، والاقتصاد والتنمية، وأيضا الاتصالات والملاحة. عندما نتكلم عن الاستكشاف واستغلال الموارد، يعني لابد أن نتذكر أن هذا المجال يمكن أن يوفر اقتصاد الفضاء فرصا لاستكشاف واستغلال الموارد الجديدة، مثل المعادن الثمينة والمياه والمواد الأخرى على الأجرام الفضائية، مثل القمر والكواكب والكويكبات أيضا. أما بما يخص التكنولوجيا والابتكار، حيث يعتبر الاستثمار في الفضاء محفزا كبيرا جدا للابتكار التكنولوجي، حيث تطور التكنولوجيا الفضائية تطور حلولا جديدة للتحديات التي نواجهها على الأرض، وتسهم في تطور الصناعات المختلفة. وهناك العديد من هذه الابتكارات التي صممت للفضاء وتم تطبيقها على الأرض، لمساعدة طبعا رواد الفضاء للعيش على محطة الفضاء الدولية، ومن بعد ذلك تم تطبيقها على الأرض باختلافات معينة. وبموضوع مراقبة الأرض والبيئة، طبعا توفر التقنيات الفضائية القدرة على رصد الأنشطة البشرية وتغيرات البيئة على نطاق عالمي، مما يسهم في حماية البيئة وإدارة الموارد بفعالية أكبر. أما بموضوع البحث العلمي والاستكشاف، يستخدم الفضاء لإجراء البحوث العلمية والاستكشاف الفضائي، مما يساهم في فهم أعمق للكون ونشر المعرفة العلمية. أما في الاقتصاد والتنمية، فيعتبر هذا القطاع مصدرا مهما للنمو الاقتصادي، حيث يخلق فرص عمل وتنمية الصناعات الجديدة، ويمكن أيضا أن يساهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، وهذا الأمر مركز عليه بشكل كبير جدا من قبل وكالات الفضاء العالمية. الاتصالات والملاحة، وتعتبر أيضا تقنيات الفضاء مهمة جدا لتوفير الاتصالات والملاحة، بما في ذلك الأقمار الصناعية التي تسهم في توفير خدمات الإنترنت والهاتف النقال والملاحة أيضا. وأما عن العوامل التي تتعلق في اقتصاد الفضاء في الدول العظمى، هناك يعني 6 عوامل رئيسية، منها الاستثمار الحكومي، الابتكار التكنولوجي، السباق الفضائي، الاستراتيجية الوطنية، والاستخدامات التجارية. ولابد أيضا أن نعرج على التعاون الدولي أيضا. الاستثمار الحكومي طبعا هو من أحد العوامل، يعني نقول المهمة جدا في اقتصاد الدول العظمى، حيث تقوم الحكومات في الدول العظمى بتوجيه استثمارات ضخمة جدا نحو صناعة الفضاء، سواء في البحث الأساسي أو في تطوير التكنولوجيا أو في تمويل المشاريع الفضائية. وهون ممكن نحكي عن موضوع الإيمان بالفكرة، بحيث أن تبني الفكرة من الجهات الحكومية هو مصدر قوة لهذا الاقتصاد. وبما يخص الابتكار التكنولوجي، طبعا تمتلك الدول العظمى قدرات تكنولوجية متقدمة. هذه القدرات تساهم في تطوير تقنيات الفضاء، مثل التصوير بالأقمار الصناعية وتصميم المركبات الفضائية وتطوير أنظمة الملاحة الفضائية بشكل عام. أما عامل السباق الفضائي، بالتأكيد لولا هذا التنافس لما كنا الآن نتحدث عن اقتصاد الفضاء، بحيث أنها تتنافس الدول العظمى في سباق مستمر لتحقيق الهيمنة والتفوق في هذا المجال، مما يدفعها لزيادة هذه الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا والابتكارات الفضائية التي تخص، يعني نقول، الفضاء بشكل عام. أما الاستراتيجية الوطنية، فتضع الدول العظمى استراتيجيات وطنية طويلة الأجل. لذلك عندما نقرأ عن رؤية
وكالة الفضاء الإماراتية، سنجد أن الخطة مئوية لاستعمار كوكب المريخ، وهذا ليس بغريب، لأن كل نقول الوكالات الفضاء والشركات الفضائية تضع خطة طويلة الأجل، وذلك لتطوير قطاع الفضاء بشكل أساسي. وتشمل طبعا هذه الاستراتيجية تحديد الأهداف وتحديد السياسات وتوجيه الاستثمارات بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد في مجال الفضاء. أما الاستخدامات التجارية وهي يعني نقول شيء مهم جدا للاستمرار، حيث يعتبر الفضاء مجالا متنوعا يمكن استخدامه لأغراض تجارية، مثل تقديم الاتصالات والمراقبة والتصوير الفضائي وتطوير التقنيات الفضائية لاستخدام في الصناعات الأرضية. وطرح لنا مثال مهم جدا الدكتور البروفيسور حميد مجول النعيمي في موضوع الصورة الواحدة كم تكلف حتى تباع، أو عفوا أو كم بكم تباع حتى يحصل عليها المشتري أو الجهة التي تطلب هذه الصور. فهي أيضا من الاستخدامات التجارية المهمة جدا التي تعمل على أيضا تقوية هذا الاقتصاد. التعاون الدولي طبعا بالتأكيد يمكن هو هذا المجال بالذات فيه تعاون دولي كبير جدا، بحيث تسعى هذه الدول إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء من خلال شراكات بالتأكيد بين الحكومات والشركات الخاصة أيضا والمؤسسات الأكاديمية، حتى يكون في كمان عندنا اللي هو البحث العلمي، مما يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتقليل تكاليف التطوير والانطلاق أو الإطلاق. طبعا بالتأكيد هناك يعني نقول في بعض التحديات للدول النامية لدخول هذا المجال، ولا بد يعني حتى نخفف من هذه التحديات لابد أن نتبع بعض نقول الأمور، منها التعاون الدولي هو طبعا من إحدى الأشياء التي تساهم في دخول اقتصاد الفضاء أو مجال اقتصاد الفضاء عالميا، وأيضا التدريب والتعليم، وأيضا الاستثمار في التطبيقات الفضائية، وأيضا الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار في الصناعات الفضائية والتطوير في القدرات الوطنية. كل هذه الأمور لابد أن نأخذها بعين الاعتبار حتى ندخل مجال اقتصاد الفضاء أو الفضاء بشكل عام. هناك عدة فوائد اقتصادية طبعا في تطبيق اقتصاد الفضاء على المدى البعيد، منها استكشاف واستغلال الموارد الفضائية، الابتكار التكنولوجي وتوفير الخدمات الفضائية، وتحقيق التنمية المستدامة والتعاون والسلام. طبعا استكشاف واستغلال الموارد الفضائية يمكن لهذا الاقتصاد توفير وصول مستدام إلى الموارد الفضائية مثل المعادن والمياه كما ذكرنا، مما يمكن أن يسهم في توفير مصادر جديدة ومستدامة للموارد الطبيعية على الأرض. أما بما يخص الابتكار التكنولوجي، يمكن لاقتصاد الفضاء تعزيز التطوير التكنولوجي في مجالات متعددة مثل التصوير الفضائي وأيضا تصميم المركبات الفضائية وتطوير تقنيات الاتصال الفضائية، مما يمكن أن يسهم في تطوير صناعات جديدة وتحسين الحياة على الأرض. أما بما يخص توفير الخدمات الفضائية، فيمكن أن نتكلم به بأنه يمكن أن يؤدي ازدياد الاستثمار في الفضاء إلى توفير خدمات جديدة ومتقدمة مثل الاتصالات كما ذكرنا عبر الأقمار الصناعية والمراقبة الجوية وتوفير الإنترنت، مما يمكن أن يسهم في تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات على مستوى عالمي، مثل شركة سبيس إكس في حملتها للأقمار الصناعية، بحيث أنها بتمتلك عدد مهول من هذه الأقمار الصناعية، تقريبا 50% من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، ومهمتها أو أولى مهماتها هي توفير الإنترنت في كل الكرة الأرضية تقريبا. أما تحقيق التنمية المستدامة، يمكن لاقتصاد الفضاء أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، مثل أبرز يعني أنواع الطاقة هي الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتوفير خدمات الرصد البيئية
أو الرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية. أما التعاون والسلام، يمكن أن يسهم هذا الاقتصاد في تعزيز التعاون الدولي وتعزيز السلام والأمن عبر الحدود من خلال تعاون الدول في مجال الفضاء وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا. هناك عدة شركات رائدة في مجال الفضاء، أبرزها يمكن سبيس إكس، وهي طبعا من الشركات الخاصة الرائدة في هذا المجال. طبعا انطلقت هذه الشركة في عام 2002، وهي أبرز يعني وأكثر شركة ريادية في مجال الفضاء، وتقوم بتطوير وإطلاق صواريخها ومركباتها الفضائية، وأيضا تقديم خدمات الإطلاق لعدد من العملاء الحكوميين والتجاريين، كما تعمل على تطوير تكنولوجيا للهبوط المرتجل لصواريخها لإعادة استخدامها. طبعا هي طبعا زي ما حكينا تمتلك تقريبا 50% من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. طبعا شركات برضو كمان أمثلة على هذه الشركات اللي هي بلو أوريجين، وهي شركة فضائية أمريكية تأسست عام 2000 وتركز على تطوير التكنولوجيا للسفر الفضائي وتحقيق الوصول الرخيص والموثوق إلى الفضاء لأفراد وشركات، وتعمل أيضا الشركة على تطوير مشاريع لاستكشاف الفضائي وتطوير التقنيات المتقدمة. فيرجو جالاكتيك هي أيضا شركة فضائية بريطانية أمريكية تأسست عام 2004، طبعا تهدف إلى تقديم رحلات سياحية إلى الفضاء الخارجي للمدنيين، ويقوم العملاء بالدفع للحجز على رحلات الفضاء، والتي تتيح لهم تجربة الطيران خارج الغلاف الجوي للأرض لبعض الوقت. روكيت لاب، وهي أيضا من الشركات أيضا الحديثة، تقريبا يمكن بس من 2006 تأسست، نيوزيلندية أمريكية، تعمل على تطوير وإطلاق الصواريخ الصغيرة وتقديم خدمات الإطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة ومهمات الفضاء المنخفضة الأرضية. وان ويب أيضا من الشركات الفضائية، هي بريطانية أمريكية تأسست عام 2012، وهي يعني أحدث هذه الشركات، وتعمل على تطوير شبكة الإنترنت الفضائية التي تهدف إلى توفير الاتصالات أو اتصالات الإنترنت عالية السرعة والموثوقة للمناطق النائية والمحرومة من هذه الخدمات. طبعاً لابد أن نعرج على موضوع الأقمار الصناعية بما أننا نتحدث عن اقتصاد الفضاء، حيث أن شركة سبيس إكس تمتلك 50% من هذه الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. الآن يعني تقريبا 7000 قمر صناعي يدور حول الأرض تقريبا. طبعا إجمالي الإنفاق الأمريكي خلال عام 2022 كان 62 مليار دولار، وهو 5 أضعاف ما تنفقه الصين، علما أن الصين تدخل هذا المجال بقوة، وهي الآن على نقول عم تبني محطة الفضاء الصينية الخاصة بها، وهذا إنجاز كبير جدا. هذا البوستر جميل جدا، حيث يظهر لنا عدد الأقمار الصناعية لسبيس إكس، وهي طبعا هذه الأقمار الصناعية ستارلينك، احنا كلنا شفنا هذه الأقمار الصناعية التي كانت تسير في أوقات معينة من العام الماضي على شكل قطار في السماء ليلا. هذه هي ستارلينك، هذه من شركة سبيس إكس والذي يملكها إيلون ماسك. طبعا هناك أيضا رؤية لشركة أمازون بأنها راح تطلق مشروع كيبلر بأنه يكون لها 3236 ساتلايت بدور حول الأرض في حلول عام 2029. طبعا هذه النسب الخاصة التي تمتلكها الشركات الخاصة والحكومية حول العالم وعدد الأقمار الصناعية. وهكذا نكون قد أنهينا هذا العرض اللطيف بعجالة حتى نسمح للبقية قبل أن انتهاء وقت هذه الندوة. شكرا لكم وشكرا لاستقائكم حتى الآن. شكرا جزيلا يا استاذ.
سلام، بارك الله فيك، وكما عودتينا على التميز وأخذتنا في رحاب واسعة في قضايا اقتصاد الفضاء وهذه الشركات. يعني نتمنى ونحن في شهر رمضان أن نرى يوما عرب أكس على غرار سبيس أكس، وتأتين وتتكلمين عنها وعن أقمارها وخدماتها التي ستقدمها للبشرية. شكرا جزيلا في الدلال، وبارك الله فيك. شكرا لك يقول الشاعر، دكتور. نعم بارك الله فيك، يقول ابن الوردي: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاحي العمل. الآن معكم المتكلم، معكم أستاذ مساعد دكتور عبد الله كامل الركابي، رئيس قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد، حاصل على شهادة الدكتوراه في فيزياء الفلك من جامعة القاهرة. تدريسي الآن يعني في كلية العلوم جامعة بغداد، وهو في قسم الفلك والفضاء القسم الوحيد في العراق في هذا التخصص. لدي مشاركات في عضوية هيئة تحرير المدينة العراقية التي هي ضمن المستوعبات العالمية، أيضا ممثل نقابة الأكاديميين العراقيين في مجلس كلية العلوم جامعة بغداد، لدي عضوية في رابطة تدريسيين جامعيين، عضوية نقابة الأكاديميين، عضوية اتحاد الفلك الدولي، عضوية الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وكذا عضوية مجلس إدارة في مجلس الموهوبين المخترعين العرب. شاركت في مؤتمرات ودورات وورش عديدة. أقمنا في قسم الفلك والفضاء المؤتمر الثاني لعلوم الفضاء والفلك الذي يراعاه قسم الفلك والفضاء كلية العلوم جامعة بغداد. نشرت أكثر من 16 باحث في مجال التخصص في المستوعبات العالمية. محاضرتي هي ريادة الفضاء، ريادة الفضاء والتنمية المستدامة. خليني بس أشير إن شاء الله. عدنان، واضحة الصورة إن شاء الله؟ واضحة، نعم دكتور، نعم واضح، تفضل. بارك الله فيك. سادة الأكارم، حقيقة إن ريادة الفضاء بدأت مبكرا، يعني بدأتها الدول المتقدمة، كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفون في الحرب الباردة، كانوا يحاولون أن يفرض أحدهم هيمنته على العالم من خلال برامج الفضاء. فالكل هم يعرفون قبل أن تعرف الدول غيرهم أن ريادة الفضاء هي من ستجعل لك ريادة على الأرض، فلكي يكون هو مسيطر ضمن عالمنا هذا الذي نحن فيه، هو مسيطر على خيرات البلدان، كان لابد لهم من أن يتنافسوا باتجاه ريادة الفضاء. فريادة الفضاء تعطي مؤشرات قوية للدول، يعني من يكون رائدا في الفضاء ومتقدما على غيره في علوم تكنولوجيا الفضاء ستجد إلزاما أن تكون دولة متقدمة لها باع في قضية الصواريخ وإرسال الصواريخ في مختلف الاتجاهات، متقدما في تكنولوجيا، في التقنيات، في الاقتصاد. فلكي يكونوا هم مسيطرون على هذا الجانب كان لابد أن يعملوا باتجاه ريادة الفضاء. طبعا بداية نحن نتكلم عن التنمية المستدامة. سادة الأكارم، أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تمكن من إشباع حاجيات الأجيال الحالية وتحقيق رفاهيتهم بما في ذلك الفقراء منهم، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجياتهم، آخذة بعين الاعتبار تحديات الحفاظ على الأنظمة البيئية ومحدودية الموارد الطبيعية القابلة للتجديد أو للتجدد. للتنمية المستدامة طبعا عدة ركائز تحقيقها، مثل الحفاظ على سلامة البيئة، إرضاء الحاجات الإنسانية الرئيسة، تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير التكافل المجتمعي المتعدد. ومن هنا ندرك أن التنمية المستدامة تشمل عددا من المجالات المتنوعة، وهذه المجالات ذات قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية. طبعا مثل ما قلت لحضراتكم أنه ريادة الفضاء كانت مبكرا يعني في تاريخ البشريه الحديث، وكان اول قمر صناعي مثل ما قالت الدلال، هو اول قمر صناعي كان سبوتنيك
أرسلها الاتحاد السوفيتي في 4 أكتوبر 1957. كانت الطيارة دار لمدة 3 أسابيع قبل نفاذ بطارية، أكمل 1400 دورة على الأرض قبل أن يتفكك في الغلاف الجوي في 4 يناير 1958. طبعا القمر كان بسيط، عبارة عن كما تشوفون صور في حضراتكم، كرة معدنية مصقولة 58 سنتيمتر قطرها، مع 4 هوائيات راديو خارجية لبث نبضات الراديو. طبعا كان اطلاق سبوتنيك بدايه حقبه جديده من التطورات السياسيه والعسكريه والتكنولوجيه والعلميه، عمليات استكشاف الاجرام السماويه جنب الى جنب مع البحث في الفضاء القريب من الارض. وهذا كله ساهم في تطوير الاستخدامات العمليه للتكنولوجيا المتطوره في الفضاء لتحسين حياتنا هنا على الارض. خلينا نتخيل وننتقل الى مثل ما قلنا احنا، كان هو قطبي الرحى هم الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت والولايات المتحده الامريكيه. تخيلوا معي مشروع للولايات المتحده الامريكيه في ذلك الوقت في 1 ابريل 1960، اي بعد 3 سنوات تقريبا من اطلاق سبوتنيك، ارسلت الولايات المتحده اول سافر للفحص سمي تايروس واحد الى الفضاء من كاب كانافيرال في فلوريدا. وعلى الرغم من ان سافر تايروس واحد توقف عن العمل بعد 78 يوما بسبب عطل كهربائي، تخيلوا معي أرسل خلال فترة الشهرين ونصف الشهر التي كان يعمل فيها 22952، يعني تقريبا 23000 صورة للأرض. وقال فرانسيس هيرشفيلد جيرفر الرئيس السابق لمكتب الأرصاد الجوية، قال: لأول مرة تمكن الإنسان من الحصول على نظرة عامة عن الطقس على جزء كبير من سطح الأرض، تخيلوا في 60 في 1960. وأردف قائلا: وكان سيتطلب الأمر إرسال 1000 أو 10 آلاف سفينة إلى المحيط الهادئ للحصول على معلومات تضاهي ما حصلنا عليه من هذه الصور القليلة بواسطة ساتل تايروس واحد. يعني تخيلوا معي سادتي الأكارم أنه قمر واحد وخلال شهرين ونصف، يعني إحنا لو كنا أردنا إرسال 1000 سفينة لا نقل 10 آلاف سفينة، هذه السفن كم سيكون تكلفة تشغيلها؟ متى ستصل؟ متى ستعود؟ الكادر كله، مصاريف هذا كله، ولن تحصل على المعلومات التي أعطاها تايروس واحد عن الطقس في المكان الذي أرسل له. فحقيقة الأمر كانت نقلة في البشرية باتجاه الفضاء، نقلة نوعية قللت الخسائر المادية والبشرية وأعطت معلومات أكثر 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 بأضعاف. كانت هذه الأمور هي التي أمدت البشرية، وبدأت البشرية تتحول باتجاه استخدام تقنيات الفضاء بالمحافظة وعلى واستخدامها في التنمية المستدامة للبلدان. طيب، ثلاث تكنولوجيا الفضاء دورا هاما في حياتنا اليومية. خلينا نشوف احنا راح نستفيد من تقنيات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء. طبعا هي ذات أهمية كبيرة في تحقيق خطط التنمية العالمية. أما بصفة مباشرة هذه تقنيات الفضاء بوصفها عوامل تمكينية وقوة دافعة للتنمية المستدامة. وصفها مباشر بشكل مباشر أو غير مباشر، تسهيل حياة الناس وتلبية احتياجاتهم اليومية، أو من خلال الوصول إلى البيانات المستمدة من الفضاء والتطبيقات والبنى التحتية للأنظمة التي تقوم على تطبيقات الفضاء مثل الاتصالات الفضائية ونظم الملاحة بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، كذلك مراقبة الكرة الأرضية وغلافها من خلال الأرصاد الجوية الفضائية. كما تسهم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها إسهاما هائلا في النمو الاقتصادي وفي تحسين نوعية الحياة على الأرض. طبعا ايضا في مجال البيئه، يعني تخيلوا معي في مجال البيئه ساهم تكنولوجيا الفضاء في دراسه تغيير المناخ، تحليل اسبابه، معالجته، خفض الانبعاثات من الغازات الضاره للغلاف الجوي، كذلك في تعزيز المعارف العلميه المتعلقه بالبيئه الطبيعيه بما في ذلك المحيطات والبحار. يعني قضيه المحيطات والبحار مثل ما تعرفون حضراتكم انه اكثر من 75% من الكره الارضيه هي مياه، وقضيه احاطه المعرفه بهذه الكتل الهائله الهيدروليكيه، هذه الكتل الهائله من الماء بسرعه وبطريقه مبسطه صعب جدا لولا تقنيات الفضاء. كذلك الدورات والموارد المائيه، غابات التنوع البيولوجي، يوجد مكانات كثيره على الارض صعب الوصول اليها وتغطيتها وتغطيه معلوماتها واخذ معلوماتها البيئيه لولا وجود تقنيات الفضاء. كذلك الاعتماد على تكنولوجيا الفضاء في جميع مراحل دوره اداره الكوارث بما في ذلك الوقايه والتخفيف والتاهب والاستجابه والتعافي واعاده الاعمار، في صوره كامله يعني عن اي كارثه ممكن ان تحصل وممكن حتى قبل ان تحصل الكارثه. كذلك تسهم
تكنولوجيا الفضاء من خلال محطات مراقبة الحطام الفضائي في تصدي المخاطر الناجمة عن الأجسام القريبة من الأرض. أيضا نجد في تكنولوجيا استخدام تكنولوجيا الفضاء في ميدان الصحة. تستخدم علوم تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أو تستخدم في ميدان الصحة، حيث تم الاستفادة منها خلال جائحة كورونا. شفنا كلنا لما أصبح الإغلاق العام للبلدان، لولا وجود الاتصالات الفضائية التي قربت الناس من بعضها وفتحت هذه الآفاق الواسعة للتواصل مع العالم، بحيث الدول بقت مستمرة في التدريس والجامعات بقيت مستمرة تعطي محاضراتها والمدارس. فالمسيرة العلمية في البلدان لم تتوقف، وكله بفضل تقنيات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء. كذلك الرعاية الصحية، يعني في البيت الناس بدأت تأخذ الرعاية الصحية من خلال منصات التواصل عبر الأقمار الصناعية، ويوجهون الناس باتجاه أثناء فترة الإغلاق في كوفيد 19، يوجهون باتجاه العلاجات وكيفية الوقاية وكيفية أخذ العلاجات وهكذا. أيضا ساهمت تقنيات فضائية في رصد الأرض وأنظمة الأقمار الصناعية الملاحة العالمية والاتصالات الساتلية التي تم دمجها مع تطبيقات الجوال في الحفاظ على قواعد التباعد الجسدي باستخدام برامج لتعقب فيروس كورونا في الوقت المحدد وعلى نطاق وسط. يعني حقيقة كانت تكنولوجيا الفضاء الدور الأساس في قضية الإحاطة بهذا الوباء ومساعدة الناس لإتمام مسيرة حياتها وتطورها في وقت الإغلاق. طبعا لأهمية موضوع استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، كان الجمعية العامة للأمم المتحدة كان لها دور كبير في وعملت لجنة ضمن اللجنة كان أستاذنا الدكتور عوني خصاونة، لا في الدول العربية، وأطلقت شعار الفضاء من أجل التنمية المستدامة. إذا حضراتكم تشوفون هذا التقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية دورة 63 وما بعد الدورات الأخرى التي بعدها، أو خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة اللي هي 2030 التي أطلقت في 2015، راح تشوفون أنه تقنيات الفضاء 90% من الأهداف 17 لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة توفرها أو تلعب الدور الأساسي فيها هي تقنيات الفضاء. يعني خليني أشوف تقرير، جزء من تقرير اللجنة حتى لا أطيل عليكم. تقول جزء من تقرير اللجنة يقول أن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها مثل نظم رصد الأرض وسواتل الأرصاد الجوية والاتصالات الساتلية والنظم الساتلية للملاحة وتحديد المواقع دعامة قوية لتنفيذ الإجراءات التي دعي إلى اتخاذها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. كذلك التطبيقات الفضائية أدوات فعالة لرصد البيئة وتقييمها وإدارة الموارد الطبيعية والإنذار المبكر للكوارث الطبيعية وإدارتها، وتوفير خدمات تعليمية وصحية في المناطق الريفية والنائية، والربط بين الناس حول العالم، وهي متعددة في الجوانب وكثيرة ما توفر للدول في جهاز واحد أو تطبيق واحد أداة اتخاذ قرارات إنمائية فيما يخص مسائل متميزة. كذلك نرى في التقرير دور الفضاء في الزراعة، وكيف تعاونت هيئات الأمم المتحدة وبرامجها مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والنمو، وبرنامج الأغذية العالمي مع مختلف الكيانات الحكومية غير الحكومية لأجل تعزيز نظم المعلومات لإدارة الأمن الغذائي. كذلك كثير من المشاريع قضية الزراعة استخدام الفضاء في الزراعة. أيضا في الاتحاد الدولي للاتصالات، ماذا يقول هولينجا الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات؟ يقول بفضل جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والتعاون العالمي في مجال علوم الفضاء، شهدنا تقدما هائلا في تكنولوجيا الاتصالات، واحتلت القدرات الفريدة للسواتل مكان الصدارة في المبادرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتمثل أداة أساسية في رصد الأرض والتصدي لتغير المناخ. يعني تخيلوا معي هذا الكم الهائل من المؤسسات والدول تهتم بعلوم الفضاء والفلك. سببها أنه فعلا هذه العلوم أصبحت فرضت نفسها كلاعب أساسي في اقتصاديات البلدان، وكلاعب أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكرة الأرضية ككل. طبعا ماريو مانوفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات يقول: وتوفر البيانات والصور والمعلومات الساتلية رؤى مفيدة للتصدي لبعض التحديات الرئيسية في مجال التنمية العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي،
والحد من مخاطر الكوارث ومنع الأزمات الإنسانية ورفع الموارد الطبيعية والحد من الفقر. وأورد تقرير عده مؤخرا مثل الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والرحلة الثانية، لكي تنجح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يجب أن يصبح استخدام الخدمات الفضائية هو القاعدة، وهناك حاجة إلى شراكة عالمية لضمان أن تكون البلدان على دراية تامة بإمكانات الفضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها. طبعا السواتل توفر يعني طريقة قابلة للتطبيق لرصد جميع البيئات على الأرض. يعني هي يعني عند استخدام تقنيات الفضاء فنحن نستخدم تقنيات تستطيع أن ترصد كل شيء على الأرض برا بحرا وجوا، وهذه بالطرق الغير تدخلية والمتناسقة. طبعا في الاتحاد الدولي للاتصالات هنالك لجنة يسموها لجنة الدراسات 7 لقطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات. طبعا إذا تشوفون حضراتكم هذه اللجنة يعني عملها اليومي أو أنشطتها اليومية، راح نعرف من خلالها أهمية اقتصاديات الفضاء وبرامج الفضاء في التنمية المستدامة. فتجد مثلا في هذه اللجنة مراقبة البيئة العالمية للجو، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبحار واليابسة والكثافة الإحيائية، التنبؤات الجوية، مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به، الكشف عن الكثير من الكوارث الطبيعية والاصطناعية، توفير معلومات الإنذار والتحذير، تقييم الأضرار وتخطيط عمليات الإغاثة، كذلك سواتل لدراسة الشمس والغلاف المغناطيسي وكل عناصر نظامنا الشمسي، المركبات الفضائية، الاستكشافات البشرية والروبوتية لأجسام خارج الأرض، وأنظمة الفلك الراديوية الأرضية والساتلية لدراسة الكون وظواهره. هذه صورة طبعا بعض السواتل التي يعني بعض الأقمار الصناعية التي توفر ردات لأعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WWW. هذه سواتلهم اللي يرصدون بها كوكب الأرض، ويرصدون الطقس والمناخ، دراسة المناخ أو كوكب الأرض. يعني شوفوا المبالغ اللي تصرف على مثل هذه المشاريع، الآن هي موجودة في الفضاء وترصد الكرة الأرضية مباشرة. طبعا تساهم السواتل أيضا في حماية البيئة وتخفيف آثار البيئة، وكثير من المشاريع في البلدان الآن حتى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يعني شفنا تزايد يدرسون الأعاصير المدارية وغيرها. أيضا نرى صورة يعني لمنطقة كاملة كيف في سيبيريا غطت حوالي 800 كيلومتر، من خلال الأقمار الصناعية قدروا يعرفون هذه الحرائق مساحاتها أين ممتدة دراستها بشكل كامل. ايضا يوجد برنامج كوبرنيكوس بموجب لائحه الاتحاد الاوروبي في 2014 يدعم سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقه بالبيئه والمناخ من خلال تطوير خدمات المعلومات استنادا الى البيانات الساتلية والبيانات الواقع. طبعا احد البرامج الضخمه هذا يتبناها الاتحاد. سادتي الاكارم، انا ما اريد اطيل عليكم حقيقه، لكن حبيت فقط لانه احنا بالعراق، انا من العراق ومن قسم الفلك والفضاء، حبيت اقول انه العراق في فتره من الفترات كان يريد يواكب، وكان استاذنا الدكتور حميد مجد النعيم موجود كان في ذلك الوقت في العراق، كان يريد يواكب هذه الدول وكان له السبق يعني في المنطقه في قضايا علوم الفلك والفضاء. لكن حقيقه تعرفون حضراتكم انه الامور والظروف اللي مر بها العراق خلتنا نتاخر قليلا، لكن ان شاء الله يعني احنا واشقائنا العرب في كل مكان ان شاء الله راح نكون يعني ضمن ركب علوم الفلك والفضاء. طبعا محاولات العراق كثيره، يعني انضم العراق الى المنظمه العالميه للاقمار الصناعيه عام 1975 بعد انشاء دائره الاتصالات الفضائيه في المؤسسه العامه للبرق والبريد والهاتف. ثم في عام 1976 تم افتتاح محطه ارضيه في الدجيل للعمل بالاقمار الصناعيه. ايضا انضم العراق الى المؤسسه العربيه للاتصالات الفضائيه عرسات عام 1985 كعضو مساهم، وتأسس مركز أبحاث الفضاء في مجلس البحث العلمي، وكان برئاسة أستاذنا حميد نجيب النعيمي عام 1987. طبعا بدأت الحكومة العراقية برنامج فضائي في أواخر الثمانينات لعرض براعة البناء التكنولوجية لبقية العالم، ومن العام 1990 عفوا قام مجلس البحث العلمي العراقي ببناء منشأة بحثية لتطوير تكنولوجيا الفضاء في مركز الفضاء العراقي، وهو من ضمنها مشروع الطائر من قبل مركز أبحاث الفضاء العراقي أساسي، وكان قمرا صناعيا تجريبيا مدنيا، الغرض الرئيسي منه هو اجراء اتصالات وبعض التجارب في هذا النطاق. ايضا قبل اكثر من 36 عاما وفي اول تجربه عربيه العراق يطلق صاروخ العابد الى الفضاء. طبعا كان اول برنامج اطلاق فضائي عراقي تم تطويره من قبل علماء عراقيين من كل من مركز ابحاث الفضاء اساسي والجيش العراقي في عام 1988. العابد هو صاروخ ثلاث مراحل يملك طوله 25 مترا ووزنه 48 طن، وهو اول صاروخ فضاء عربي في ذلك الوقت.
ايضا في 2012 تم تشكيل لجنه موسعه برئاسه وزاره الاتصالات ومسؤولين عن وزارات الدوله، الدفاع، الداخليه، الشؤون العالية، العلوم التكنولوجيا، التخطيط والاجهزه الامنيه من الامن الوطني، جهاز المخابرات الوطني، اشراف على القمر الصناعي العراقي. وكان هناك توصيه ب 2013 مشتركه وصدر عن هذه اللجنه انشاء وسائل فضاء عراقيه. طبعا لم ترى النور لغايه الان، لكن نامل من القيادات في العراق ان ينتبهوا الى قضيه وكاله الفضاء العراقيه ولاهميتها. كذلك اعلنت وزاره العلوم والتكنولوجيا عام 2014 اطلاق اول قمر صناعي عراقي بيجلسات، واستقبل اول اشاراته في المحطه الارضيه المعده ذلك في بغداد. ايضا قمر صناعي مشروع موجود في جامعه الكوفه، هو كوفا سات، لكن للان لم يطلق لانه كان مطلوب مبالغ ضخمه، لكن المشروع موجود ان شاء الله. يعني القائمين على المشروع ان شاء الله يستمرون به، يكمل باذن الله. أنا لهنا خلصت المحاضرة. جزاك الله خير دكتور، الله يحفظك يا رب ويكرمك. نعم، في مداخلة إن شاء الله بسيطة لسعادة الدكتور سيف السويدي. نعم، معنا الدكتور سيف السويدي، فليتفضل. مشكورا، بارك الله فيه. شكرا، شكرا جزيلا استاذ عدنان. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذه الفعاليه وهذه الندوه العلميه التي يعني على هامش يتم اطلاق والاعلان عن اكاديميه اريد لعلوم الفضاء والفلك. حقيقه هذه الاكاديميه، نعم انا اعمل على مشاركه الشاشه لو سمحتم. هذا هو موقع الاكاديميه. هي عباره عن اكاديميه متخصصه ب علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. طبعا يترأسها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، جزاه الله خير، يعني هو الذي يترأس هذه الأكاديمية، وكذلك يدير هذه الأكاديمية الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله كامل، هو المدير التنفيذي لهذه الأكاديمية. لو ترون هذا هو الموقع الرسمي للأكاديمية، وهنا طبعا في ما هي رؤية، هي مؤسسة تعليمية مستقلة تأسست من قبل منصة أريد العلمية وتعتمد نظام التعليم عن بعد. الدورات والمحاضرات وورش العمل والتوعية حول موضوع الفضاء والفلك تكون عن طريق هذه الأكاديمية. طبعا وصل عدد أعضاء منصة أريد إلى 117 ألف باحث وعالم وخبير من الناطقين باللغة العربية، وفي عندنا ضمن التخصصات وفي تخصصات علوم الفضاء والفلك. فحقيقة تكون هذه الأكاديمية وعاء استيعابي لهذه النخب العلمية لتقديم محاضراتهم ودوراتهم وورش العمل الخاصة بهم، وتضم طبعا بحوث علمية وكذلك بعض الكتب والمؤلفات حول هذا الموضوع كما هو ظاهر أمامكم الآن في موقع الأكاديمية. والأكاديمية حقيقة لها مجموعة من الخدمات التي تقدمها بين المؤتمرات والندوات والبرامج، أيضا الدورات التعليمية وكذلك الاستشارات العلمية والتقنية وبرامج تبادل علمي وزيارات لمراصد فلكية. هذه هي فكرة أكاديمية أريد علوم الفضاء والفلك. نحن الآن في طور إطلاق حقيقة مجموعة من المشاريع المتخصصة وفق تخصصات أعضاء منصة أريد العلمية. أنا كانت لي يعني زيارة الشهر العام الماضي او بدايه هذا العام يعني الى جامعه الشارقه، وكان في يعني مؤتمر رائع وكبير احتضن يعني العشرات من الخبراء في هذا المجال. فجاءت فكره ومقترح ويعني كتوصيه لانشاء واحتواء النخب العلميه المهتمه بعلوم الفضاء والفلك باكاديميه. يعني هذه المبادره، مبادره اكاديميه اريد علوم الفضاء والفلك، هي التي إن شاء الله تعالى سيكون لها الدور الكبير في احتضان النخب العلمية والدورات والمحاضرات. وطبعا هنا في عندنا الانطلاقة في الأعلى، هذه الانطلاقة في الموقع الرئيسي للأكاديمية. نعلن على بركة الله تدشين أكاديمية أريد، وهذه بعض الصور يوم 23/3 مارس، وهنا هذه الندوة بحضور الأساتذة الفضلاء الذين تحدثوا بمحاضرات علمية ضمن هذه الندوة. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي على الدعم والإشادة والحث على يعني هذا الموضوع، كذلك الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله كامل الركابي أيضا يعني على حسن الإدارة لهذه الندوة ولهذه الأكاديمية. أيضا حقيقة الأستاذ الدكتور عوني الخصاونة قدم محاضرة رائعة، وسيكون لنا بإذن الله تعالى اتفاقية تعاون
مع المؤسسة الخاصة بهم. أتقدم أيضا بالشكر إلى الدكتورة الأستاذة دلال خالد على محاضرتها، وكذلك الدكتور فؤاد محمود عبد الله، والشكر موصول إلى كل من يحضر معنا ويشارك معنا في هذه الأكاديمية. ويمكن التفضل بزيارة موقع الأكاديمية falak.arid.my، وهو عبارة عن سب دومين تابع لمنصة أريد العلمية، يمكن الاستفادة من البحوث العلمية الموجودة حاليا في الأكاديمية. كل الشكر والتقدير لكم مرة ثانية، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه الأكاديمية وهذا المشروع العلمي الواعد. بارك الله فيكم. بارك الله فيك دكتور سيف ومتميز دائما المتألق صاحب الريادة في مشاريعه، جزاك الله خير بارك الله فيك. طبعا احنا بقالنا 10 دقائق، يعني اعتقد راح نفتح مجال عندنا سؤال اليوم نجاوب عليها ان شاء الله، وبعدها استاذ عدنان يبين لنا كيف ممكن اخذ شهادة مشاركة في الندوة. منو ممكن يسأل استاذ عدنان؟ خليه عندنا نعم دكتور أحمد. دكتور، الله يحفظك. معنا الدكتور أحمد حسين، فليتفضل لمداخلته، ونرجو أن تكون الأسئلة يعني لضيق الوقت أن تكون مختصرة. بارك الله فيك، تفضل موفق. الدكتور. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير وصيام مقبول إن شاء الله للجميع. تسمعني دكتور عبد الله؟ نعم، تفضل نعم دكتور. واضح، تفضل. نعم أنا زميلك دكتور، زميلك في جامعة بغداد، بحكم طبعا نبارك للمبادرة القيمة لمنصة أريد وما تقدم به الدكتور سيف مع حفظ الألقاب والمناصب لجميع الأخوة والأخوات الأفاضل، وما قدموه من معلومات غنية وفريدة أنا أعتبرها. بالنسبة بحكم تخصصي هنا بالدكتوراه محاسبة، عندنا مبدأ السي بي اللي هو الكوست بنفيت. جنابك تعرف أنه في علوم الفلك يرصدون مبالغ عالية جدا، يعني هذه تكون مكلفة حقيقة. هل يمكن قياس المنفعة اللي تتحقق من هذه جنابك تفضل الدكتور عبد الله عن النمو الاقتصادي؟ أنا اللي يهمني كيف هذا أوظف هذا في يعني المورد، هذا المصروف في هذا الجانب. طبعا هو الاستفادة في جوانب عديدة، لكن أنا اللي يهمني مدى أو كم المنفعة اللي راح تتحقق في هذا الجانب الاقتصادي. وطبعا العراق يا ريت يعني أنه يهتم بهذا الجانب، لأنه إحنا عندنا جاب، والكوميونيكيشن بين الدول في هذا المجال يعني مع باقي الدول أعتقد ضعيف. وجنابك لو يعني تشير إلى في المحافل والندوات بأنه بالتوصيات في ضرورة الاهتمام بهذا الجانب مستقبلا. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. حياك الله دكتور، جزاك الله خير. والسؤال الحقيقة منطقي في مكانه. دكتور ناخذ مثال بسيط، يعني قضية الأقمار الصناعية وفائدتها. يعني تخيل أنت لو عندنا قمر صناعي مثل النيسات أو دجلة سات، عفوا النيسات أو عرب سات، أو هاي الأقمار الصناعية اللي خاصة بالقنوات الفضائية، باعتقادك قمر صناعي واحد قد يدور على الدولة؟ قد هو تكلفته وقد راح يدور على الدولة؟ أو مثلا هذا مشروع العابد لو مستمر عندنا بالعراق، كان عندنا الآن منصة اطلاق اقمار صناعيه بالعراق، وكان احنا ناخذ مبالغ من الدول، احسن ما يكون مشاريعنا نروح لليابان، نروح لفرنسا. فحقيقه الفضاء تصرف عليه يعطيك اضعاف اضعاف ما تصرف عليه حقيقه. نعم، جزاك الله خير. علي دكتور، ان شاء الله احنا راح نشير مثل ما قلت حضرتك في كل مكان، احنا بنشير الى قضيه علوم الفلك واهميتها. ايضا عندنا رافع ايده استاذ وائل عبد الله، او دكتور وائل عبد الله، عذرا عن المكتوب ده اقرا فقط. تقدر تفضل مداخلتك ان شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، ومشكورين على هذا الجهد الكبير وهذا العمل الرائع. ونبارك ل يعني منصة أريد دكتور سيف ولكل الدكاترة الكبار والأساتذة العمالقة على هذه المبادرة.
التي يعني أشعر بأنها نوعيا يعني في طريق مختلف وفي طريق جديد. أنا ما أردت فقط هو إمكانية أن نسلط الضوء على هذه المبادرة من خلال وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا عندي كثير من وسائل الإعلام هنا عبر قنوات التلفزيونية والإذاعية وأيضا عبر الجرائد الرسمية، وهذا موضوع يستحق لتوجه الإمارات الكبير وتسليط الضوء على ما يخص الفضاء بأي خبر أيا كان. والدكتور حميد بن مجول النعيمي قام كبيرة هنا ويشار إليه بالبنان، فالخبر هيأخذ حيز كبير من تسليط الضوء الإعلامي. هذا ما أردت الاستئذان به، وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. طبعا اكيد احنا يعني تعرف انت كل مشروع ناجح يحتاج الى اعلام اكبر منه حتى يوصل بالشكل اللي هو يكون به من اهميه للناس، واحنا نامل ان بلداننا تاخذ دورها في علوم الفلك والفضاء كي نكون مواكبين لما يجري في العالم. طبعا مداخله اخيره فقط، اقول طبعا انا احب دائما يكون ان قضايا الشهريه نزين بها مجالسنا. يقول حياكم الله، أحيوا العلم والأدب، إن تنشر العلم ينشر فيكم العرب، لا حياة لكم إلا بجامعة تكون أما لطلاب العلم العلا وأبا، تبني الرجال وتبني كل شاهقة من المعالي وتبني العز والغلبة. أستاذ عدنان إليك المايك، تفضل اشرح للأساتذة كيف يشاركون، كيف يأخذوا شهادات المشاركة في ندوة هذه الشهر. دكتور نعم عبد الله تسمح لي في الدقيقة والله. تفضل تفضل دكتور تفضل. تفضل دكتور شكرا شكرا. تفضل في جزاك الواقع السؤال اللي تم سؤاله قبل قليل من ناحية الجانب الاقتصادي في الفضاء، الآن تقريبا أغلب التقنيات التي ظهرت على سطح الأرض تقريبا أغلبها جاءت من المشاريع الفضائية، فما أنفق في تكنولوجيا الفضاء المليارات والمليارات والمليارات، فالمردود كان هذه التقنيات التي الآن نستخدمها من مشاريع الفضاء، حتى دخلت في العمليات الجراحية في الطب، دخلت في دراسة موارد الأرض الطبيعية، دخلت في الموضوعات الاستراتيجية، دخلت في الموضوعات الاقتصادية السياسية إلى آخره إلى آخره. يضاف إلى ذلك الأهم من كل ذلك هو الاستثمار بالشباب، الاستثمار في الشباب، لأنه الآن عدد الشباب الذين مهتمين في تكنولوجيا الفضاء يتزايد بشكل ليست متوالي عددية وإنما متوالي هندسية، فبالتالي كل هذه التقنيات التي ظهرت على وجه الأرض جاءت من علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. فصح تم صرف بالمليارات إلى آخره، لكن مردودها كان أكثر من ذلك، ليس في المشاريع الفضائية فحسب وإنما في الاستثمار بالشباب. فإحنا على سبيل المثال في المرصد العراقي الفضائي لما بنيناه أخذنا 250 من الشباب الفيزيائيين والمهندسين إلى آخره، دربناهم في مختلف دول العالم في تقنيات الفضاء، فلما رجعوا وصارت أول ضربة للعراق هم من صلحوا المنشآت الكهربائية المنشآت الصناعية في دولة العراق. ليش؟ لأنهم الشباب دربوا على الفضاء. الفضاء من حسن الحظ يشمل كل التخصصات التي نفكر بها، جميع التخصصات اللي تدرس في الجامعات والمدارس العامة هي موجودة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حتى التخصصات النفسية، حتى التخصصات السيكولوجية، حتى الاجتماعية الاقتصادية، كل التخصصات، ما في تخصص ما موجود في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم دكتور بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم، جزاكم الله عنا كل خير.
نعم أحبتنا الكرام، ننتقل الآن إلى طريقة شرح الحصول على الشهادة بالنسبة لهذه الندوة. نعم أحبتنا الكرام، اسمحوا لنا أن نشارك معك الشاشة. طبعا وقبل أن نبدأ بطريقة شرح الشهادة، نشكر جميع الأساتذة الذين تفضلوا علينا بمعلوماتهم الرائعة والقيمة، وجزاهم الله عنا كل خير. ونشكر الأستاذ الدكتور سيف السويدي، وكذلك الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، وكل الشكر موصول إلى الدكتور فؤاد، وأيضا دكتور عبد الله كامل الركابي، والأستاذة دلال. جزاكم الله عنا كل خير. نعم ننتقل الآن سوية لطريقة الحصول على الشهادة لهذه الندوة، وقد تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات، وسنقوم إن شاء الله معكم بشرح مفصل للحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. وبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول سوف يطلب منهم الإيميل وكلمة المرور، فيقومون بالدخول مباشرة إلى المنصة. ومن لم يلتحق بعد بركب المنصة فما عليه إلا ضغط تسجيل حساب جديد، فيتطلب الأمر معلومات بسيطة وهي الاسم باللغة العربية وكذلك الإنجليزية، وبريد إلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها. وأيضا يوجد في الزاوية العليا شرح مبسط لعملية التسجيل. وعند الضغط على التسجيل سوف ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، فتظهر بالشكل الواضح أمامكم. نقوم بالضغط على سباق الأمم، برنامج سباق الأمم في منتصف الشاشة، وكما هو موضح أمامكم، فينتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة أو الرابط الخاص بالبرنامج. وبإمكانكم الاطلاع على جميع الأقسام الخاصة في سباق الأمم، وتشاهدون الجلسات واللجنة التنظيمية وغيرها من الأمور التابعة للبرنامج. نقوم باختيار الجلسات، نقوم باختيار من الزاوية العليا الجلسات، نختار معكم الجلسات، فتظهر لنا بهذا الشكل، وهي عبارة عن 15 جلسة. نحن الآن في السابعة منها، نضغط على السابعة، الجلسة السابعة، فتظهر لنا في الصورة التي ستظهر أمامكم. يستغرق الأمر بعض ثواني، فنجد أمامكم الجلسة وهي بث مباشر كما يظهر أمامكم عبر رابط الزوم الخاص بالمنصة. فنضغط على الندوة العلمية فتظهر أمامنا بهذه الصورة. نضغط على شهادة المشاركة فيطلب منا كود الإصدار للشهادة. كود الإصدار الشهادة نرجو من جميع الحضور تسجيله حتى تستطيعوا المعاودة عليه وحفظه حتى تقومون بإصدار الشهادة. الكود هو 200100. أعيد مرة أخرى، 200100. الكود هو 200100. طبعا عند إدخال الكود مباشرة سوف ينتقل إلى الصفحة الخاصة بإصدار الشهادة، فنقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية. عند الضغط سوف يقوم بالتحميل لمدة ثواني. إن شاء الله تظهر لديكم الشهادة بهذا الشكل، يوجد بها اسم المشارك وأيضا عنوان الندوة العلمية التي نحن فيها. نعم أحبتنا الكرام، أيضا ننوه إلى أن التسجيل لهذه الندوة العلمية سيرفع غدا إن شاء الله على الموقع الخاص بمنصة أريد العلمية على اليوتيوب، وهي موضحة أمامكم بهذا الشكل، وتم وضع رابط أيضا المنصة على اليوتيوب في الشات.
نعم، سنقوم إن شاء الله بوضع أو نرفع تسجيل الندوة العلمية على القناة الخاصة بالمنصة. نعم، هذا شرح إن شاء الله لطريقة الحصول على الشهادة، ونسأل الله أن نكون قد نفعناكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونختم جلستنا بسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولنا لقاءات تتجدد إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا جزيلا لك يا كرام، ونراكم إن شاء الله في نشاط آخر. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.